بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حزب النور يرى الالتزام التام بالمادة الثانية من الدستور، لا تعدل فيها ولا تحط نص في الدستور يعطل عمل هذه المادة. يجي السؤال الثاني المهم، الله، هي البلد ما فيهاش غير مسلمين بس، ما في أقباط ونصارى. طب لما أنت تقول الشريعة الإسلامية كده الناس دي تعيش إزاي؟ نقول له إن المحافظة والالتزام بالمادة الثانية من الدستور بتضمن ضمانة حقيقية الحرية الدينية للأقباط، الحرية الدينية للنصارى، وإثبات حق النصارى في التحاكم لديانتهم في أمور الأحوال الشخصية التي تخصهم. ده اللي بيقول كده مش نص، احنا مش محتاجين ده هي الشريعة الإسلامية اللي بتلزم المسلمين ان هم يضمنوا الحرية الدينية للنصارى والأقباط، وبتضمن وبتضمن لهم الاحتكام لديانتهم في أمور الأحوال الشخصية، في اختيار السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. واحد يقول طب السلطة التشريعية مجلس الشعب والشورى والمحليات دي عارفينها، طب الشعب هيختار ازاي السلطة القضائية؟ السلطة القضائية دي كذا حاجة، منها المجلس الأعلى للقضاء، ومنها وزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ونادي القضاة ومكتب النائب العام. اللي يختار دول القضاة، اللي يختار النائب العام يختار من القضاة. يتمتع هذه الهيئات كلها باستقلال تام دون أي توجيه من رئيس الجمهورية ولا من أي سلطة سيادية في مصر. ما ينفعش توجه القضاة ولا تتدخل في شؤونهم. الجهة الوحيدة التي تشرف على القضاء هي هيئة التفتيش القضائي. أيضا يعني أختم الحديث بمسألة دور المجتمعات أو دور الجمعيات المدنية في مراقبة الانتخابات. شيء مهم جدا أن تقوم جمعيات المدنية بمراقبة الانتخابات وبمنع التزوير في الانتخابات. هتقول الله، هو الانتخابات دي مش جوه الصندوق في اللجنة والشرطة والجيش هيحموا الصناديق وفي مندوبين للمرشحين؟ لا، ده في مراقبة الأشياء خارج اللجان لابد أن تقوم بها جمعيات المجتمع المدني، تراقب سير الانتخابات، لأن في حاجة بيسموها التزوير الأبيض في الانتخابات. زي مثلا ناس يروحوا في لجنة من اللجان يتجمهروا أمامها، عارفين إن اللجنة دي الحزب منافس عايزين يقفلوها،
فيروح 200-300 واحد يقفوا قدام اللجنة يعملوا طابور طويل، كل اللي يجي ما يعرفش يخش يقف ساعة في الطابور يزهق يوم جاي مروح. تيجي تلاقي اللجنة اللي فيها 50-60 ألف صوت ما انتخبش فيها غير 500 ولا 1000، ناس زهقت ومشت. ده نوع من أنواع التزوير وتقفيل اللجان ممكن يمارس. أيضا لجنة من اللجان ممكن البعض يرى أنه ملوش أصوات فيها فيفتعل مشاجرة أو معركة أمام اللجنة، فتيجي الهيئة المشرفة على الانتخابات تلغي الانتخابات في اللجنة دي. ده كله من أنواع التزوير. التعدي على دعايات الآخرين نوع من أنواع التزوير لابد أن تراقبه جمعيات المجتمع المدني، ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سياسي واضح، لو كان الوقت يتسع لأكثر لكان الكلام أكثر وضوحا. ولقد شرفنا المهندس أشرف ثابت حفظه الله تعالى وعرض لنا جانبا من البرنامج السياسي لحزب النور، وسنتعرف على المرشحين واحدا تلو الآخر. والآن مع كلمة الأستاذ حسني المصري، والأستاذ حسني المصري سوف يتناول الإصلاح الإداري ومشكلات المجتمع، وأنا يعني أستسمح فضيلته أن يوجز لأنني أخشى أن يعني يطول بنا الوقت ولنا رغبة في سماع إخوانه الآخرين. الإصلاح الإداري ومشكلات المجتمع وما حلول حزب النور لها، حديث الأستاذ حسني المصري إليكم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كل مرة الشيخ عبد المعطي يستسمحني ان انا اوجز، وفي الاخر ناس تقول لي ما توجز، عشان بس ايه نبقى واضحين. انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة. واحد مصري كان عايش في امريكا مدة طويلة جدا، اول ما نزل، لا مش اخويا، مصري اخويا في الاسلام يعني. قعد مدة طويلة في امريكا، نزل هو وأسرته لمصر، صفى شغله ونزل بالأسرة بتاعته لمصر. أول ما نزل من على سلم الطيارة في مطار القاهرة، عنده بنت عندها 12 سنة، مسك البنت قلع الجزمة اللي في رجله وقعد يضرب في بنته ديت لحد ما الناس لموا عليه قالوا له إيه اللي بتعمله ده؟ قال لهم سيبوني نفسي أربيها، نفسي أأدبها، مش عارف ليه بقى؟ لأن في أمريكا في حقوق الطفل اللي هي في الدولة المدنية. حقوق الطفل ديت لما كان الراجل ده اتحبس مرتين في امريكا بسبب بنته دي، عشان كده ضربها هنا، اتحبس مرتين هناك. كل ما يجي يضرب البنت تتصل برقم مش عارف كذا، يجوا يقبضوا على الراجل، يقبضوا عليه، ما ينفعش. هي دي المدنية، هي دي الهوية اللي بتكلم عليها فضيلة المهندس اشرف ثابت. احنا نقبل ان انت ما تعرفش تربي بنتك؟ تقبل بكده؟ هي دي الهوية المنبثقة من العقيدة والقيم اللي احنا تربينا عليها. يعني القيم يعني ايه؟ يعني ينفع مثلا انت ايه تصحى من النوم كده الصبحية طالع رايح المطبخ تعمل كوباية شاي ولا تجيب كوباية شاي ولا حاجة، تقوم تبص تلاقي ايه واحد طالع من الأوضة بتاعت بنتك، ايه يا عم في ايه يا... تقول لك صاحبي كان عندي بيذاكر معايا. دي القيم المدنية اللي عايزين ينقلوها لنا هنا، هي دي الهوية. احنا نقبل بكده، علشان كده احنا بنقول هوية، عشان كده بنقول هوية. نقطة تانية، انا شايف حد زعل كان عايز يسأل الاستاذ اشرف ثابت وبعدين مش احنا هنسمح عشان الوقت ما يطولش، بعد الندوة باذن الله تعالى ما تخلص لعشر اخوة مثلا او عشر اسئلة من ابائنا واحبابنا
ما حتى لو ما فيش ورق في ناس ممكن ما تحبش تكتب او ما تعرفش تكتب. ابائنا يسالوا واحنا هنتفاعل معاهم. باشمهندس اشرف واحنا موجود. اللي عايز يسال ويتكلم احنا تحت امره وهنجاوبه ان شاء الله على الاسئله. بس عشان ما اطولش على ناس 10 اسئله كفايه لو سمحتوا. دي نقطه. موضوع الاصلاح الاداري. الاصلاح بصفه عامه لو انا برضو هنرجع تاني للقرآن. ليه؟ هقول لك لأن الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، واللي يفهم سياسة يفهم دين، واللي ما يفهمش دين ما يفهمش سياسة. باختصار احفظ دي عني، احفظ دي عني عشان أنا بقولها. اللي بيفهم دين يفهم سياسة، واللي بيفهم سياسة يفهم دين. وأنا واثق إن أنتم مش بتسمعونا علشان تشوفوا برنامجنا وتقتنعوا وتروحوا تأيدونا ولا لا. ده الجمع ده يدل على ان انتوا فاهمين القصة كويس وعارفين انتوا هترشحوا مين. انتوا بس ده اللي انا حاسه حقيقي والله، اللي انا حاسه ان انتوا عايزين تشوفونا. احنا كنا لابسين افاطين النهاردة الصبح عشان صلاة الجمعة، فانتوا كنتوا عايزين تشوفونا بنعرف نلبس بدل ولا لا. ايه رأيكم بنعرف ولا لا؟ طيب يبقى اللي بيعرف دين بيعرف سياسة. شوفوا يا جماعة، الاصلاح بصفة عامة في القرآن كلمة الاصلاح والصلح وردت 200 مرة. ده يدلك على ايه؟ يدلك على اهتمام الاسلام بالاصلاح. بس الاصلاح اصله اصلاحك انت، اصلاح الانسان. انا عايز اعمل تنمية مستدامة زي ما بيقولوا، يعني تنمية تستفيد بها الاجيال. اعمل مصانع، اعمل مزارع، اشق ترع، احفر ابار، ازرع اراضي، اصلح فدادين. عايز اعمل كل ده. لو ما عنديش انسان صالح، لو ما عنديش انسان صالح هيفسد كل اللي انا بعمله. يبقى اصل الاصلاح ان انا اصلح الانسان. ومنهج الاسلام منهج رباني، ربنا عز وجل هو اللي وضع هذا المنهج، لان ربنا عز وجل هو اللي خلق الانسان. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا وضع لنا منهج، المنهج ده يصلحنا. ومحنا لما نبقى صالحين هنبقى مصلحين. خلي بالك، لما نبقى صالحين هنبقى ايه؟ مصلحين. لازم. ولذلك انت لو اصلحت الانسان، لو اصلحت من حال الانسان ده، واتربى الانسان على المراقبة، على تقوى الله عز وجل، على الخوف من الحرام، يبقى مش هيرتشي. وده فساد في النظام الاداري. يبقى مش هيختلس. وده فساد في النظام الاداري. مش هيفتح الدرج، مش هتبقى فيه محسوبية، مش هتبقى فيه تزوير لأوراق رسمية في محاكم وقضاء، مش هيبقى فيه قضاء مرتشين، ولا وكيل نيابة مرتشي، ولا ضابط بيبيع مخدرات. ليه؟ لأن انت أصلحته هو. فالقضية، قضية الإسلام الأولى إصلاح الحياة دي زراعة وتجارة وصناعة وكل المجالات، بإصلاح الإنسان الأول. الاهتمام بالإنسان يا جماعة، لأن الإنسان ده مكرم عند ربنا عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تكريم الإنسان إنه يكون إنسان بيراقب ربنا عز وجل في عمله. إحنا عندنا، عشان النقطة اللي أشار إليها أستاذنا عبد المعطي عبد الغني، عندنا فساد إداري واسع جدا. أنا هتكلم وأنا هنا في عرامة، ورحنا المنشية البحرية، ورحنا أرض فرعون، ورحنا حوض عشرة، ورحنا الفلكي، ورحنا هنا، ورحنا العزب والنجوع، وكنا النهاردة في حوض 13، وعمالين نلف. إيه اللي بيحصل ده؟ ده 30 سنة يقولولنا بنية تحتية، لا في تحتانية ولا في فوقانية حتى. ده الدنيا بايظة خالص والبلد روبة. ليه؟ لان ما كان كله بيتحط في الجيوب وتتعمر بيه الكروش. انما علشان يعملوا اصلاح فعلا ما كانش فيه. لما انا اتكلم هنا في عرامة واشوف المشكلات، واحنا داخلين المسجد وعملين نروح في زقايق وحواري علشان نروح للجامع، وزقايق متعرجة والبيوت طالعة وداخلة، ده انت عارف نتيجة ايه؟ نتيجة الفساد الاداري. عندنا مشكلة السكن، مفيش سكن متوفر للناس علشان تسكن. اقصد سكن في متناول الناس،
ما هو في شقة ب 200,000 وب 150,000 لكن ما حدش يقدر يشتريها. طيب السبب ايه؟ السبب ان في مناطق دخلت كردون مدينة. هي دخلة كردون مدينة. انت دلوقتي تقدر تقولي المزارع اللي موجودة هنا على جنبنا دي لسه بتزرع عليه؟ ده خلاص البيوت وراها والبيوت قدامها. هي دخلت كردون مدينة. انت في النظام الاداري مش عايز يعترف بيها. مش عايز يعترف بان دي دخلت كردون المدينة. ده بنرحب بفضيلة شيخنا واستاذنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. فهو في النظام الاداري مش عايز يعترف ان المناطق دي دخلت كردون المدينة. ليه مش عايز يعترف؟ عشان يفضل الراجل اللي عايز يبني بيت او عايز يبني عمارة او عايز يبني ارض يفضل يروح يديله في رشوة وهو يحط في جيبه وما يقدرش يديله تصريح رسمي لانه مش معترف بيها رسميا ان دي داخل كردون المدينة. ايه اللي يحصل؟ الراجل يبني على الارض ويجي تتهد مثلا بعد كده، ينفق عليها كتير، الشقق تغلى، الناس ما تلاقيش تسكن، ما يبقاش في بنية تحتية كمان هو ملزم بيها. ليه؟ لان انا هاجي على منطقة مثلا زي منطقة سكلم دي او زي المعمورة اللي هي الاصلاح دي، دخلت كردون المباني، دمها مباني وخلاص، هي دخلة كردون مباني غصب عنهم. لو انا جيت كنظام اداري اقول له خلي بالك المنطقة دي دخلت كردون المباني، يعني لما تيجي تبني انت تعمل لي الشوارع اقل شارع 10 متر، الشارع الفرعي 10 متر والشارع الجانبي 15 والشارع الرئيسي 15 متر. يوم الراجل يجي يبيع الارض بتاعته هيقتطع منها شوارع كتير. بيع يا سيدي بدل ما تبيع المتر ب2000 بيعه ب3، لان انت هتكسب من ناحية ايه؟ انه هيقدر لما الشارع يتسع يعلي البناية. انما دلوقتي تخش الفلك الشارع تلاقي الشارع 5 متر والعمارة 20 متر. طب ده بيحمل الناس اعباء تانية لان ما فيش شبكة صرف صحي تتحمل هذا. انت تعرفوا ان مصر احصائية انا قريتها يعني على النت، مصر 30% من الشعب، 30 مليون من الشعب المصري ما عندهمش صرف صحي الى الان. تخيل احنا في سنة 2011 30 مليون مصري لا يستفيدون من الصرف الصحي، ما عندهمش صرف صحي، بيصرفوا في ابار عاملينها في البيوت والقرى وغير ذلك. فانت عندك نظام اداري فاسد. هذا النظام الاداري لو اتصلح تقدر تعالج المشكلات دي، تعمل شوارع واسعة، تعمل بنية تحتية، تعمل صرف صحي، تعمل مجاري، تدخل مية، تدخل تلفونات. ده من شأنه لما انا اعمل بيئة نظيفة، شوارع واسعة، من شأنه انه هيقلل الجريمة. مش هيخلي الشباب واقفين في الزوانق والحواري يبيعوا مخدرات. ودي مشكلة تانية هنتقل اليه، مشكلة المخدرات. مصر بتصرف على المخدرات، يعني المصريين ولا حول ولا قوة الا بالله بيصرفوا على المخدرات 30 مليار في السنة، غير السجاير. السجاير 22 مليار وصحة 9 مليار لعلاج اللي بيتعاطوا المخدرات والسجاير. يبقى انت دخلت في حوالي 61 مليار بيتصرفوا على السجاير والمخدرات. طيب هل انا ما عنديش اجهزة تستطيع احتواء المشكلة دي اللي بتدمر اقتصاد البلد وبتدمر شباب البلد وبتخرب بيوت الناس وبتسبب الطلاق وبتسبب العنوسة؟ لا، انا عندي حرس حدود قوي، استطيع ان انا من خلال المؤسسة العسكرية وسلاح حرس الحدود ان انا اوقف المنابع دي، منابع دخول المخدرات للبلد. اكتشف المزارع، اجي على التجار الكبار، هم دول اللي اقبض عليهم، اجي على الصغير ده اللي بيبيع في الشارع هلاقي عنده مشكلة. اللي بيبيع في الشارع، وانا وقفت مع الشباب دول في بعد الثورة على طول ومشينا معاهم واتكلمنا معاهم وبنتابع بعضهم، الشباب دي طال الوقت. خلاص اخلص مش كده؟ ها؟ طيب الشباب دي يا جماعة عندهم مشكلة،
مشكلته يقول لك انا عايز اشتغل عم الشيخ، طب شوفوا لي شغلانه، طب اي كشك، طب تريسيكل. اذا مشكله البطاله عندنا ادت لان الشباب دي انحرف عن المسار. فانا اعالج له مشكلته، احاول اوجد له حل. هوجد له حل فين؟ هوجد له حل برضه من الاسلام. هوجد له حل من الاسلام. هاجي اقول له تعالى انت امكانياتك ايه، تعالى ادربك على شغلانه، اعمل له اماكن يتدرب فيها على الميكانيكا، يتدرب فيها على. انا هتسال حضرتك، احنا قلنا عشان خاطرك انت، لا لا ما حدش قومك، انا شايفك زعلت و... لا 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 اتفضل اسمعك بس بعد ما اخلص، هتضيع لي الفكره. ايوه ما احنا بنتكلم اهو حاجة في المشكلات النظام الاداري اهو، الاصلاح الاداري والناس اللي بترتش. طيب ما انا برد اهو من الصبح، لو انت سمعتني قعدوه يا جماعة، قعدوه اسمعني. شفت بقى واحد بدأنا اهو، اخ اهو قام وقعدك، ايه رأيك في دي؟ لا ماشي، اللي ورا، لكن اللي قدام قعدك قدام يا ريس. ماشي يا عم، حقك على راسي انا من فوق، وهنزل ابوس راسك دلوقتي وابوس ايدك كمان. ليه؟ ما فيش، مش مشكله، ده والدي اخويا الكبير. خدت بال حضرتك؟ فانا اعالج مشكله الشاب اللي هو بيتاجر في المخدرات ده، وبعدين اعالجه صحيا، وبعدين اتابعه، وبعدين امرنه على مهنه يستطيع يكتسب منها من حلال، وبعدين اوجهه يشتغل فين. فاحنا عندنا برنامج متكامل لحلول متكامله ونابعه من الشرع ومن مراعاه مصالح العباد، مراعاه مصالح العباد ومراعاه الصالح العام للبلد. لكن ما تطلبوناش بده الا اذا كنا اغلبيه، برضو علشان تبقوا فاهمين، ما تطلبوناش بده الا اذا كنا اغلبية نقدر نضغط بقوة. هتولنا ميزانية عشان نستطيع ان احنا نحقق للناس مطالبهم. طبعا هم مش هيدونا ميزانية، لكن احنا على الاقل هنوقف حنفية الفساد اللي دايرة بقالها 40 سنة. عارف احنا لو وقفنا بس حنفية الفساد، المخصصات اللي كانت بتخش لرئاسة الجمهورية او هنا او هنا او هنا، صناديق سيادية، عندنا 30 صندوق سيادي في مصر، في كل صندوق مليارات محدش يقدر يهوب ناحيتها، دي متخصصة لقصور رئاسة الجمهورية. انت تعرف ان قصور رئاسة الجمهورية كل سنة لازم يتجدد عفشها، وتتجدد الجناين، والشجر يتشال ويتحط شجر جديد، وتتمحر وتتهد من جديد. يعني اعرف مقاولين بيشتغلوا فيها يعني كل سنة، وممكن القصر الرئاسي ده محدش بيزوره بال5-6 سنين، تخيل انت. فاحنا لو خدنا المخصصات دي، لا هنلاقي ان احنا نعرف نزرع اراضي، ونبني مصانع، ونبني مساكن للشباب، ونشغل الناس باذن الله تبارك وتعالى بدون ما يدفع 30,000 جنيه للاوقاف اللي برضو عايزة تتصلح كتير. وانا طولت عليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأستاذ حسني المصري خيرا على هذا البيان. هذا جانب يعني أو قطر من بحر مما أعده حزب النور لحل مشكلات المجتمع. عندنا حلول، ونحن لا ندعي أننا يعني جئنا بها هكذا، وإنما هذه الحلول موجودة، وكثير من خبراء البلد المخلصين وضعوا حلولا لحل مشكلات البلد، ولكن كانت لا ترى النور. فمع حزب النور سترى هذه الخبرات المدفونة النور إن شاء الله تعالى، وتخرج أبحاث علمية في حل مشكلات المجتمع من الأدراج، ستفك أكفانها
وتفتح أبواب الأدراج لترى إيه؟ ترى إيه؟ إن شاء الله مع حزب النور، وإن شاء الله نشوف البرامج الجميلة اللي بيحكي لنا عنها الشيخ حسني، وإحنا بنحل مشكلة الطرق والكهرباء والمياه والأرض والبنية التحتية والبنية الفوقية ومشكلاتنا حتى الإدارية. وعم الحج ده اللي بقى راضي عننا دلوقتي إن شاء الله يلاقي له شغلانة مرموقة وربح حلال وربنا يبارك فيه مع حزب النور. إحنا هنقطع الحديث عن برنامج الحزب، سمعنا البرنامج السياسي والإداري ومشكلات المجتمع، لأن شيخنا المحبوب الشيخ محمود عبد الحميد قد شرف مؤتمرنا هذا، واستراحة شرعية نسمع فيها رؤيته المستقبلية، فليبارك مؤتمرنا هذا بكلماته الطيبة، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا لست أحد المرشحين لهذه الانتخابات، وإنما أنا أحد المرشحين الذين رشحوا هؤلاء الأفراد الذين يعني نعلم عنهم والله حسيبهم أنهم أصحاب أيدي نظيفة طاهرة، وأنهم عندهم من الإخلاص ما يدفع هذه البلاد إلى أن تكون في مصاف البلاد المتقدمة، وعندهم من العزيمة في العمل من أجل إصلاح البلاد والعباد لكي تكون هذه البلاد في أحسن حال وعلى أحسن حال. وإنما جئت أنا إلى هنا أولا لألتقي بهذه الوجوه النيرة الطيبة وهذه الأبدان التي جمعنا الله سبحانه وتعالى بها، وكانت القلوب قبل ذلك مجتمعة، لكن كان يحال بيننا وبين أن نلقاكم وأن نتحدث إليكم وأن ننظر إلى هذه الوجوه الصالحة الطيبة من أبناء هذا الشعب الطيب الذي طالما عانى معاناة شديدة جدا في الظروف السيئة التي كانت في الماضي، وكنا نعاني سويا وكان بعضنا يواسي بعض، غير أنه كان يحال بيننا وبين أن نلتقي في مثل هذه التجمعات الكبيرة التي تحيا بها القلوب في الحقيقة. نحن نستغل يعني هذه الأوقات التي نلتقي بكم فيها لكي نتحدث إليكم بما فيه مصلحتنا ومصلحتكم ومصلحة هذه البلاد. فإننا ننشد من وراء هذا الحزب الوليد الذي نبع من رحم هذه الدعوة المباركة التي عشنا وعشتم فيها في عبر هذه السنوات الطوال منذ نشأة هذه الدعوة في مدينة الإسكندرية إلى أن انتشرت في جميع محافظات مصر وإلى خارج هذه البلاد كذلك. فهذا الحزب يعني ننشد منه أولويات ينبغي أن يهتم بها، وهي الأمر الأول هو توفير الأمن والأمان للمواطن المصري، وهذا الأمن حتى يكون المواطن المصري آمنا في بيته، آمنا في سوقه، آمنا في عمله، آمنا في ذهابه وإيابه، وأن يكون آمنا على أولاده إذا ذهبوا إلى المدرسة أو عادوا منها أو حتى إلى الحضانة أو الكلية أو غير ذلك. فأنتم تعرفون أن الانفلات الأمني الذي عم وطم أرجاء البلاد أدى إلى وجود الخوف في نفوس المصريين وأدى إلى انتشار هذه الجرائم. يعني يكفيكم أن تعلموا أن هناك 1,000,000 سيارة سرقت منذ الثورة إلى يومنا هذا، 193,000 جريمة بلطجة معروضة على المحاكم، وهذه الأعداد الكبيرة جدا
من جرائم البلطجة فقط التي عرضت على المحاكم وغيرها كثير. وتعرفون أن هناك أكثر من 200,000 بلطجي مطلوقين في البلاد ليعيثوا فيها فسادا، وهؤلاء أتباع الفلول التي تتبع النظام السابق لإشاعة الرعب والفزع في النفوس وإحداث جرائم وحرائق في البلاد وخطف النساء والأطفال والممتلكات، لكي يتمنى الشعب المصري أن يعود حسني مبارك مرة ثانية ونظامه ليحقق لهم الأمن الذي كان موجودا وهو مفتقد اليوم. القضية الأولى التي نتمنى من هذا البرلمان القادم وهذا الحزب الوليد وهذه الحكومة القادمة أن توفر لنا الأمن والأمان، بحيث يصبح المواطن المصري آمنا على دمه، آمنا على عرضه، آمنا على ماله، آمنا على أولاده. القضية الثانية هي قضية السكن، وعندما نتكلم عن قضية السكن لا نتكلم عن جدران وسقف يسكن فيه المواطن المصري، بل نتحدث عن سكن كريم يعيش فيه المواطن المصري، يصل إليه في داخل بيته المياه النقية، البنية التحتية تكون متوفرة من الطرق المرصوفة التي تؤدي إلى بيته بغير عناء، الصرف الصحي، العناية الصحية، وجود المدارس التي يتعلم فيها أبناء يعني هذا الحي أو هذه القرية أو هذا النجع أو هذه البلدة التي تنشأ لسكن المواطنين المصريين، لابد أن تتوفر فيها الخدمات التي توفر لهذا المواطن سكنا كريما يسكن إليه. السكن سمي سكنا لأنك تسكن إليه، تأمن فيه، تطمئن في هذا السكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سكنه، عنده سكون، يقول يسكن إذا دخل بيته يسكن إليه، تحدث عنده الطمأنينة. لكن إذا دخل وكان فزعا إذا دخل هذا السكن، إذا كان هذا السكن لا يليق بالآدميين، يدخل فيجد المجاري طفحت في داخل هذا البيت ووصلت إلى السرير وأغرقت الممتلكات وغيرها، عندما لا يجد كهرباء تصل إليه، عندما لا يجد الغاز يصل إليه، وإذا كان كذلك لا تصل إليه أنبوبة البوتاجاز وغير ذلك، فهذا ليس بالسكن الكريم. نحن نريد أن نحدث سكنا كريما للمواطن المصري يسكن فيه ويسكن إليه، عندما يعود من عمله متعبا يجد مكانا آمنا يطمئن إليه، سكنا يليق به. القضية الثالثة التي نتمنى على الله سبحانه وتعالى ونرجو من حزبنا الوليد أن يحقق هذا الأمر هو توفير الطعام المناسب للمواطن المصري، ليس الطعام الذي يجلب له الأمراض المسرطنة وغير ذلك، وإنما لابد أن يكون طعاما لائقا. لقد استوردوا لنا كل أنواع الأطعمة الفاسدة، حتى الكلاب والقطط أكلناها، حتى يعني الميتات التي استوردوها لنا أكلناها، حتى اللحوم الفاسدة التي جلبت لنا من الخارج أكلناها. لقد أكل هذا الشعب هذه الأطعمة المسرطنة وهذه الأطعمة التي عملت بالهندسة الوراثية وغيرها، إلى أن جاءوا لنا بكل فاسد حتى أمرضوا هذا الشعب. إن أعلى نسبة سرطان موجودة في العالم موجودة في بلدنا هذا، موجود أعلى نسبة سرطان في العالم موجودة في بلدنا هذا، وكذلك أعلى نسبة في مرض فيروس سي موجود في بلدنا هذا. ولذلك القضية الرابعة التي نطرحها اليوم على حزبنا الوليد ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتبنوا هذه القضية هي قضية توفير الصحة. توفير الصحة، الصحة أولا في شقين، الشق الوقائي والشق العلاجي، والوقاية خير من العلاج. يعني هناك أشياء إذا منعت نستطيع أن نوفر كثير من الأموال التي تنفق على العلاج. عندنا الأطعمة الفاسدة والأطعمة المسرطنة وكذلك ما يوجد من الميكروبات الموجودة في البيئة الغير صحية نتيجة أن الصرف الصحي بيطفح،
فنجد الجراثيم تعيش في هذا وتجد يعني جوا ملائما لمعيشتها، وبالتالي تنتشر هذه الأمراض في هذا الوطن وفي أبنائه. ويكفيكم أن تعلموا أن مصر بها 5 مليون مصابين بمرض فيروس سي، وأكثر هذا المرض يؤدي إلى سرطان الكبد، ويؤدي إلى تليف الكبد الكامل، ويؤدي في الأخير إلى الوفاة، وتنفق أموال طائلة على سرطان فيروس سي. وهذا السرطان مترتب على دودة البلهارسيا الموجودة في المصارف والموجودة في الترع والموجودة في المستنقعات، وهم لا ينفقون أي نوع غير الإعلانات اللي في التلفزيون التي يأتون بها لمحاربة البلهارسيا، لكن ليس هناك حرب على هذه الدودة في المستنقعات ولا في البرك ولا في المصارف ولا في الترع. وبالتالي ترتب عليه أن أصيب كثير من الناس بفيروس سي، وفيروس سي بينتقل بالعدوى إلى أهل المدينة عن طريق السرنجات، عن طريق نقل الدم، عن طريق أشياء كثيرة ينتقل هذا، حتى انتشر هذا وصار مرضا وبائيا. سواء كان فيروس A أو B أو C فهو منتشر في مصر انتشار النار في الهشيم. هذه الأمراض المعضلة كان يمكن أن نتفاداها لو أن هناك نوع من الوقاية لهذا. وكما ذكر أخونا أن الدخان يؤدي إلى أمراض كثيرة جدا، منها مرض سرطان اللسان وسرطان الشفة وسرطان الحنجرة وسرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الرئة. هذه السرطانات كلها تنتج عن التدخين، وإحنا بننفق على التدخين أموال طائلة، وصلت هذه الأموال إلى أكثر من 20 مليار تنفق على التدخين، و20 مليار زيها بتنفق على علاج الذين يعانون من الأمراض المترتبة على التدخين، و20 مليون زيها بتنفق على الأجازات المرضية بسبب تغيب العمال عن العمل نتيجة الأمراض المترتبة على التدخين. ولو أننا قطعنا دابر هذا وكان هناك نوع من الوقاية سنؤدي إلى توفير هذه الأموال. فهذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم طرحها في قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنحن نريد أن تحاز لك الدنيا عن طريق توفير مثل هذه الأشياء. ما نريد أن ننتقل إليه هو رفع الراتب بالنسبة لنوعين من سكان المصريين، نوعين من الشعب المصري يعيشون على أرض مصر، نوع بيشتغل ونوع عاجز عن العمل. النوع اللي بيشتغل ده لابد أن أوفر له راتب يكفيه ويكفي أولاده أن يعيش معيشة كريمة، والتاني العاجز عن الكسب لابد أن أوفر له معاشا يستطيع أن يوفر حياة كريمة أيضا لنفسه ولأبنائه ولزوجته، حتى لا يكون هناك تسول ولا يكون هناك سرقة ولا نصب ولا احتيال ولا يكون هناك بيع للمسكرات والمخدرات لتعويض دخل يريد أن يكون له دخل يعيش منه فيلجأ إلى الوسائل المحرمة. أنا لو وفرت له هذا يقولوا طب أنتوا هتوفروا الراتب منين، هتجيبوه منين؟ أنا أقول لكم بس مثال، أقول لكم مثال، إحنا لو عملنا حد أدنى للراتب اللي هم بيقولوا 1200 جنيه يبقى حد أدنى للراتب، لابد أن يكون هناك حد أقصى للراتب يصل مثلا إلى 20 ضعف، يكون 24 ألف، لا يكون 30 ألف. أقصى حد للراتب يكون 30 ألف. لو احنا عملنا حد اقصى حد للراتب نستطيع ان نوفر اموال تكفي للحد الادنى للراتب ان يرتفع الى 1500 جنيه وليس الى 1200 جنيه. انا هديكم مثال واحد، عاطف عبيد وهو رئيس وزراء كان بيدير 550 شركة بيتقاضى عنها 85 مليون جنيه في ادارة 150 شركة. لو انت قلت ان الراجل ده سوبرمان مثلا هيدير شركة 2 3 5 5 شركات، يدير 150 شركة يتقاضى عنها راتب عن كل شركة، وبدل جلسات وبدل سفر وبدل ضيافة، هذه البدلات كلها يتقاضاها عن زائد الراتب، كان بيتقاضى 85 مليون جنيه في الشهر على إدارة 150 شركة. وهذا لو احنا فكينا عاطف عبيد ده وعطينا كل واحد يعين جديد يأخذ 1000 جنيه، يعني نفكوه ب 85 ألف واحد، نفكوا عاطف عبيد بس
ب85,000 واحد. في كم عاطف عباد في بلدنا؟ آلاف. آلاف عاطف عباد موجود في بلدنا بيتقاضوا الملايين الملايين. هناك موظفين يزيد الراتب الشهري عندهم عن 1,000,000 جنيه في 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 في, في الشهر، بيتقاضى اكثر من 1,000,000 جنيه في الشهر الى ان يصل الى هذا الرقم الكبير. احنا لو عملنا حد ادنى لحد اقصى للراتب ب30,000 جنيه نستطيع ان نوقف هذه الملايين وان ناخذ هذه الملايين لنرفع بها الراتب من الاسفل، فنجعل بداية الراتب 1,500 جنيه وليس 1,200 جنيه دون أن نحمل ميزانية هذا البلد، أن نحمل ميزانية شيء. هناك حلول، هناك خير في بلدنا كتير. إحنا كنوز أرض في الأرض مدفونة، عندنا كنوز مدفونة داخل أرضنا كثيرة جدا، وعندنا أيضا خيرات وفيرة في هذا البلد. هذا البلد كان يسرق، يكفيكم أن تعرفوا أن دخل قناة السويس 5.5 مليون دولار في السنة، يعني 32 مليار جنيه كانت تنفق على رئاسة الجمهورية. 32 مليار جنيه تنفق على رئاسة الجمهورية، على رئيس الجمهورية فقط في السنة 32 مليار، وهناك مواطن مصري معهوش 32 جنيه، مش 32 مليار. بينفق هذا الرجل وحده وأسرته 32 مليار جنيه في السنة. هذا الأمر عباد الله، لو أن هناك أيدي نظيفة، إحنا مش محتاجين أكثر من الأيادي النظيفة. الأيادي النظيفة الطاهرة هي التي تستطيع، والمخلصة هي التي تستطيع تحويل إمكانيات هذا البلد لأبناء هذا البلد، لأهل هذا البلد، خير هذا البلد لأبناء هذا البلد. لن نسمح لأحد أن يأخذ خيرنا وخير بلادنا بعد ذلك، لا بد. وهذا هذه الأمانة التي هي موسدة إليك اليوم، أن تختار من يكون صالحا يصلح البلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. فقالوا يا رسول الله كيف يوسد الأمر، كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. فعندما نوسد الأمر إلى غير أهله فإن هذا تضييع لحقوقنا وتضييع لبلادنا وتضييع لمقدراتنا. اللي بياخد 50 جنيه النهاردة علشان يضلب صوته لمرشح، هو بيضيع من نفسه كم 50 جنيه في المستقبل. كم 50 جنيه كان ممكن ياخدها، كان ممكن ياخد آلاف في كل شهر تزيد في راتبه، ضيعها ب50 جنيه، خدها مرة واحدة من هذا المرشح الفاسد اللي اداله 50 جنيه ولا اداله 100 جنيه علشان يدلي بصوته. اللي بيرشح لعصبية أو قبلية ثم لا يكون هذا المرشح قادر على أن يأتي له بخير البلاد والعباد فهذه خيانة. كما قال عمر رضي الله عنه من ولى رجل على عصابة، يعني على جماعة من الناس، وفي هذه العصابة من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، هو ده اللي احنا جايين نقوله لإخواننا من الناحية الشرعية. نقول لإخواننا ونقول لأنفسنا انه غدا على الصندوق لا تنظر الى شيء الا ان تجعل لنفسك مخرجا امام الله عز وجل عندما يسألك لماذا اعطيت صوتك لفلان، ان يكون عندك إجابة على هذا السؤال، لماذا أعطيت صوتك لفلان؟ هل أعطيت صوتك لله وفي الله ولكي يكون هناك صلاح للبلاد والعباد، أم أعطيته نفاقا ومداهنة ولأجل مصلحة شخصية ولقرابة؟ فإن ذلك لا ينفعك. إن إدلاءك بصوتك أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إن من الأمانة التي ينبغي أن نؤديها هي صوتك أنت الذي تضعه في الصندوق، فهذا اختيارك أنت، أنت الذي ستصنع مستقبل هذا البلاد، ليس أنا ولا غيري، وليس أنا وحدي أستطيع ذلك، وليس أنا بمجموعتي ولا بحزبي نستطيع ذلك، وإنما لابد جميعا أن نتكاتف يدا بيد، يدا بيد، وقلب مع قلب، وجسد متراص صفوف ليس فيه ثغرات يدخل منها الخصم، وإنما ينبغي أن نكون صفا واحدا في مواجهة هذا الفساد حتى نقضي على الفساد تماما، حتى يقضى على الفساد
تماما. دعك ممن يحاول التخويف من الإسلام، الإسلام ليس جديدا وليس وليس طارئا على الناس، الإسلام عاش الناس فيه أكثر من 14 قرن من الزمان لم يروا منه إلا خيرا. فما هو الخير الذي رأيناه من العلمانية والليبرالية والرأسمالية والاشتراكية من محمد علي إلى يومنا هذا؟ ما هو الخير الذي رأيناه؟ لقد حكى لنا آباؤنا ما عانوا منه بالأمس، وحكى آباؤهم لهم ما عانوا منه. لقد ورثنا المعاناة أبا عن جد إلى محمد علي حين سقطت الشريعة الإسلامية، ومع ذلك لم تسقط هذه البلاد لأن فيها مسلمون ما زالوا على دين الله عز وجل، محبين لشرع الله عز وجل. إن روسيا سقطت في أيام عندما تحولت إلى اقتصاد السوق، عندما تحولت من الاشتراكية إلى الرأسمالية سقطت في أيام وتفتتت، وكانت روسيا العظمى والاتحاد السوفيتي الأعظم الذي كان أعظم قوة من أمريكا في هذا الوقت، ولم تسقط بلدنا لأن فيها مسلمون، فيها مسلمون، فيها هذا الإسلام ما زال في قلوب الناس، حب الإسلام ما زال في قلوب الناس. قامت الجمعيات الخيرية بدور جعل هذا البلد لا تسقط، وجعل هذا البلد يستمر إلى يومنا هذا. تقوم الجمعيات بكفالة الأيتام، برعاية الأرامل، بمساعدة العاجز عن الكسب، بتقديم المساعدة الطبية لمن يحتاج إليها على قدر ما تمتلك، لكنها أدت دورا فعالا. هذا الدور من الإسلام، ولذلك إذا طبق شرع الله سبحانه وتعالى سيعيش الناس في رخاء ورفاهية. ولا أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني كلمات مشايخنا بلسم على جروحنا التي نأمل كما يأمل شيخنا المحبوب الشيخ محمود من حزبنا أن يسعى في تحقيقها جادا مخلصا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الأماني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فاطلبوا ما طلب شيخنا بصدق، يبلغنا ربنا سبحانه وتعالى ما نطلب وما نرجو وما نؤمل. جزى الله شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد خيرا على هذه الكلمات الطيبة المباركة. وصولا للإجابة على أسئلتكم، أنا يعني أستسمح إخواننا كما استسمحت الشيخ حسني، ودائما يوقعني في حرج، أو أنا لا أريد أن أثقل على حضراتكم، وهو دائما يكشف الأوراق التي تصل إليه يقول لك طال الوقت. حبيبي الشيخ حسني جزاك الله خيرا، نفع الله بكم وسددكم. أطلب من إخواني المرشحين أن يعرضوا برامجهم في دقائق حتى نصل بكم إلى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم مع المهندس أشرف ثابت. الآن مع الأستاذ صبري السليم يتحدث عن الزراعة ومشكلات الزراعة وبرنامج حزب النور في حلها، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وبعد. هو الأمر يعني استشر الفساد في كل شيء، وليس كلام الأستاذ حسني المصري على تلك الطفلة الأمريكية فقط، ولكن الأمر حتى يعني نجد في تونس مثلا يدخل على الرجل فإذا وجدوا معه امرأة، مثلا امرأة، فإذا قال هذه زوجتي كانت سنية يأخذ مؤبد 15 عام. طب لو قال عشيقتي براءة. الأمر مش كان في تونس بل في مصر. الراجل اللي بيقول لك أنتوا متى ظهرتم، انتوا ركبتم الموجة، نقول احنا لسنا موجة ولكن احنا البحر نفسه. فهو كان بيقول ايه؟
مع والله كان مع مذيعة شبه عارية كما حكى لي، مع شبه عارية. وبعدين المذيعة بتقول له ايه، لو اتصل بك صديق وقال لك اريد زوجتك في هذه الليلة ماذا تفعل؟ فقال اخذها بسيارتي ثم اوصلها له حتى الباب. دي مذيعة شبه عارية والله ضربت بيدها على الترابيزة، فطرة على الترابيزة، قالت لو تفعل ذلك؟ قال نعم، وماذا في الأمر؟ هل نحن نريد ذلك؟ نحن نريد ذلك؟ فالأمر أخوانا الإصلاح، كل الإصلاح في الإسلام. والكلمة المشهورة على لسان الناس إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، كلمة أنا أراها خاطئة، بل الزمان والمكان لا يصلحهما إلا الإسلام. اخواني طبعا اتكلم في برنامج يعني اعرج عليه سريعا حتى نطيل في الوقت، وهو السياسة الزراعية. السياسة الزراعية اهم ما احاور هذه السياسة الذي يراها حزب النور رؤيته، عشان تروا ان حزب النور له رؤية في كل شيء، له وله اصلاحات في كل شيء، في السياسة وفي التعليم وفي الاقتصاد، وعنده عدالة وغير ذلك من تلك الامور. فنقول حزب النور يرى تشجيع إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية مثل إيه؟ مثل القمح والأرز والذرة، ودي من السلع لا شك من السلع الاستراتيجية التي يعمل حزب النور على تشجيع هذه السلع. ليه يعمل ذلك؟ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب، كما قال الشيخ الشعراوي لا تكون إيه؟ كلمتنا من رأسنا حتى تكون لقمتنا من فأسنا، عشان لا يتحكم فينا الغرب. المشكلة ان تجد مثلا في النظام البائد كانوا يؤجروا ارض فين؟ في كندا، في الهند. ليه؟ عشان يزرعوا القمح، لزراعة القمح في كندا وفي الهند. وهنا نحن طبعا نخرب الارض الزراعية ونفسد الارض الزراعية. من هذه الاشياء تحرير التجارة في هذه السلع، نحرر التجارة في هذه السلع يكون السياسة المقبولة في رواج النشاط الاقتصادي. وعندما تكون أسعارها مجزية هذه السلع للمزارعين إلا هيكون، لكن هتكون هذه في الأمر أنها تكون أسعارها مجزية لا شك. ما الأمر بيكون يا أخوانا؟ مثلا الطماطم سعرها مرتفع هذه السنة، الناس بتعمل إيه؟ تيجي السنة الجاية السنة القادمة الناس كلها تزرع طماطم، يحصل إيه؟ يحصل ركود في السوق، يحصل ركود في هذا السوق. بل عندما يكون ذلك في حالة الركود، في حالة ركود السوق وانخفاض الأسعار، ينبغي إنتاج سياسة تعزيز الأسعار بما يمكن المزارعين من الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي. الناس بتترك الزراعة ليه؟ يزرع السلعة يخسر فيها وهو ويتعب طول السنة، وهو يريد يعني أن يكسب من هذه التجارة من الزراعة فيخسر فيترك الزراعة. العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه من والأسمدة، البذور المحسنة، الرعاية الصحية لأهلنا في الريف المصري، من الأهمية بمكان أن نوفر له هذه الأشياء لتحقيق أهداف السياسة الزراعية. لو فعلنا ذلك هنحقق أهداف السياسة الزراعية. الانفتاح على السودان، بذل أن نذهب إلى هذه البلاد كندا وغير ذلك، نفتتح على السودان، والسودان بلد شقيق غني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه، والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي ليس فقط، بل يحقق ذلك للدولتين معا. وهنا فإن الاهتمام السياسي والاقتصادي بالسودان الشقيق قد يحصل ماذا؟ فضلا على انه يحقق الامن الاستراتيجي. نعم، لان هذا السودان في الجنوب بالنسبه لمصر، فيحفظ الامن لمصر من هذا الجنوب، فانه يمكن ان يساهم في تحقيق الامن الغذائي من خلال استثمار بعض رؤوس اموال المصريه والعربيه في الزراعه في السودان وايجاد الفرص الانتاجيه والمعيشيه لابناء وادي النيل. من هذه الاشياء كذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وإيقاف التعديات عليها واستصلاح المزيد من الأراضي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. هذه الأشياء كذلك من أهم هذه المحاور توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة وترشيد استصلاحها
باستخدام نظم الري الحديث، استهلاك المياه باستخدام هذا النظم الري الحديث. كذلك من جانب آخر العام على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحسن استغلال هذا الأمر التكنولوجي للوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال. فالأمر لا شك يحتاج الجميع وجهد الجميع يد مع يد، ويعمل الجميع حتى يصلح هذا البلد. يا أخواننا واجب هذه مصل رائدة لا شك، وواجب على كل مواطن فيها أن يجعلها يعني ريادة لتلك الدول جميعا. أخوكم يعني مرشح لحزب النور على مقعد الفرد عمال صبري سعيد موسى سليم رقم 63، الرقم نزل 4 أرقام، ورمزه البرواز. ولا تنسوا أخوكم المفضل أسد المناظرات، وهو طبعا كلف أن يكون في ميدان التحرير وكان يتمنى أن يكون في هذا المؤتمر الباشمهندس عبد المنعم الشحات، وهو مرشح حزب النور على المقعد فئات، ورمزه سماعة الدكتور ورقمه 45. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع المحبة ورضاه، وصلى الله محمد عليه وصحبه وسلم. شكر الله للأستاذ صبري سعيد سليم على بيان البرنامج الزراعي أو ما يعده حزب النور للسياسة الزراعية، وتعليق على السياسة الزراعية لفضيلة شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. يعني بالنسبة للسياسة الزراعية، وأخونا صبري بيتكلم على أننا لابد أن نهتم بالمحاصيل الاستراتيجية التي يتحكم الغرب فينا بسببها، وهي مثل القمح والقطن والأرز والذرة. وهذه يعني لابد أن يكون هناك سياسة من أكثر من وجه. الأمر الأول هو التوسع في التوسع أفقيا ورأسيا في إنتاج هذه المحاصيل. التوسع الرأسي وهو في إمداد الفلاح بالتقاوي الجيدة التي تعطينا كمية أكبر أو مضاعفة في الإنتاج، لأن الدولة في الماضي درجت على استيراد هذه التقاوي الفاسدة التي لا تأتي حتى بنصف الكمية في الإنتاج، وأدى هذا إلى خسارة كبيرة عند الفلاح. لو إحنا اهتمينا بالتقاوي الجيدة هيدي ضعف الإنتاج الموجود. يعني لو الفدان هيجيب 20 أردب هيجيب لنا 40 أردب، لو بيجيب 40 هيجيب 80 أردب، وبالتالي هيكون الإنتاج أولا يفيد الدولة ويفيد البلد، وفي نفس الوقت يعود بالربح على الفلاح. الأمر الثاني التوسع في إنتاج الأسمدة في مصر. عندنا أسمدة اليوريا في مصنع أبو إير مثلا، ما ليس هناك مواد خام، بياخد الهواء وياخد الغاز من البير اللي جنبه يطلع سماد يوريا. طب ليه ما يبقاش في مصنع 10 20 30 مصنع من هذا؟ هذا ممنوع في أوروبا علشان التلوث. طب احنا رضينا بالتلوث وبنعاني منه وحصل لنا أمراض، كمان نشتري الأسمدة غالية، وكمان الفلاح ياخدها غالية، وكمان الجمعية الزراعية تاخد الأسمدة وبعدين تبيعها في السوق السوداء. كل هذا الفساد لابد أن يقضى عليه، لابد أن تصل الأسمدة إلى الفلاح، سواء كان أسمدة لليوريا أو الأزيتية أو غيرها، لابد أن تصل إلى الفلاح بسعر يساعد هذا الفلاح على الإنتاجية بأسعار تجعل له ربح من المنتج الزراعي وتجعل له رغبة في الإنتاج. الأمر الثاني اللي نتكلم إحنا على توقف البناء على الأراضي الزراعية، ده مشروع قومي لابد أن إحنا نعتني به، لكن في المقابل لازم نعمل حل. الراجل الفلاح ده عنده 5 فدادين كان عايش فيهم ورثهم عن أبوه، النهاردة عنده الراجل الفلاح ده خلف 10 أولاد، والأولاد مخلفين كل واحد كمان 5 أولاد، بقت الأسرة عندنا مقاربة على 200 واحد، كل واحد فيهم عايز يسكن في بيت، أين يسكن؟ لابد أن تكون هناك بدائل، لابد من استصلاح الأراضي وتملكها لأبناء الفلاحين الذين لهم خبرة في زراعة هذه الأرض.
احنا بنعيش على 5% من مساحة ارض مصر، 5%، و95% من ارض مصر ارض صحراء. طب ما تستصلح الصحراء دي ونملكها لاولاد الفلاحين. احنا عندنا مياه جوفية على حدودنا مع ليبيا تزرع 3.5 مليون فدان، لو حفرت هذه الابار نستطيع استصلاح 3.5 مليون فدان، لو عطينا لكل واحد 5 افدنة وعملنا شركة بين كل 200 واحد مع بعض هم يشتغلوا في الارض ال200 واحد ويمتلكوا 1000 فدان ويبقى عندهم ميكنة زراعية ونسلفهم فلوس من بنك التسليف، الفلوس دي تبقى بدون ربح بدون فايدة، بحيث ان هو يورد محاصيل والمحاصيل يبيعها البنك ويكسب فيها، يبقى مكسبه من البيع والشراء مش من تسليف الفلاح انه يديله 1000 جنيه وياخدهم 1500 ولو قعدوا للسنة اللي بعديها يوصلوا 3000 جنيه ويعجز الفلاح عن دفع هذا ويدخل السجن. كم قضية على الفلاحين ادخلتهم السجون بسبب انه هو كان مستلف اموال بسيطة جدا عشان ينتج، وبعدين لما بيجي ينتج اخر الارض اخر الزرعة ما بتجيبش معاه تكلفتها. الفلاح زمان كان لما يجني القمح يزوج بنته يزوج ابنه، لما يجمع القطن او يحصد القمح كان بيزوج ابنه او يزوج بنته. النهاردة لما بيجي يجمع القمح بيقعد يلطم جنب القمح لانه مش مغطي، بلا يجمع القطن يلطم جنب القطن، القطن ما بقاش مغطي. الامر ده نتيجة ايه؟ المبيدات فاسدة والاسمدة فاسدة والحكومة فاسدة والمحليات فاسدة والجمعيات الزراعية فاسدة وبنك التسليف فاسد، كل هذا الفساد عشش في الارض. الارض نفسها ما بقتش تطلع زرع من كتر الفساد، لان البركة بتيجي من الحلال، وطول ما في حرام لابد ان تنزع البركة. كل معصية بترتكبها بتمنع من عند الله سبحانه وتعالى بركة من البركات كان يمكن أن تكون لك. يعني هذه في يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. المطر ده ما شفناهوش من 30 سنة، في عهد مبارك كله ما شفناش المطر يجي في هذا الزمان. في الأول المطر ده بعد الحراسة، لو حرسنا الأرض النهاردة وبعدين زرعنا في الصحراء دي بدرنا قمح بس وشعير، وجت شتوتين تاني من اول اسكندرية لغاية ليبيا هيبقى ده شعير وقمح. المنطقة دي يا جماعة من اول اسكندرية لغاية طرابلس كانت مزرعة الرومان، الامبراطورية الرومانية كانت بتاكل منها، ما زالت الآبار الرومانية موجودة في صحرائنا. هذه الارض اذا بس فقط يعني حفرنا فيها ابار واستصلحناها وملكناها لابناء الفلاحين هيبقى اولا قضينا على امرين. الامر الاول التعدي على الارض الزراعية، لانه بدل ما ابنك هتبني له بيت على الارض الزراعية لا ده هياخد بيته 5 افدنة وهدي له كمان بهايم ياكل منها ويشرب منها، وكان ونصرف له في بدايتها معونة يساعد نفسه لغاية ما يقف على رجليه، ده هيعمل انتاج. كمان لابد اديله للفلاح ارشادات زراعية، اقول له ازرع ايه وما تزرعش ايه، ايه المنتج السنة دي اللي هو كتير خلي بالك ما تزرعش من المنتج ده، ازرع من منتج تاني، ولما يتزرع المنتج وما يجيبش تمنه ان الدولة تدعمه وتاخد منه. انا لو عملت مصانع صلصة وجيت خدت الطماطم اللي انتجها الفلاح ما جابتش 10 قروش وهي تمنها تكلفته عليها جنيه، اشتريتها منه بجنيه وعملتها صلصة وصدرتها للدول اللي حوالينا من دول افريقيا ولا من دول الخليج بعلاقات عامة جيدة، حتى لو ما دفعوش فلوس اصدر كينيا واجيب من كينيا شاي واجيب من عندهم بن واجيب من السودان جلود واجيب من عندهم لحوم، مش عايز فلوس، انا هصدر لهم الحاجات الزيادة عندي اللي انا دعمت الفلاح بتاعي وخدت الطماطم منه اللي بعشرة سخ خدتها بجنيه بس انا بعتها ب2 جنيه لما صدرتها للسودان ولا الكينيا ولا رويندا ولا اثيوبيا ولا الصومال ولا غيرها من هذه البلاد، ومش عايز فلوس، ده انا هاخد منهم جلود هاخد منهم شاي هاخد منهم قمح هاخد منهم قصب هاخد منهم المنتج اللي هم بينتجوه، وبعدين حاجه هنا اسد بيه العجز اللي موجود. احنا التنميه دي لو احنا قدرنا نخلي الفلاح
ينتج زي ما كان ينتج زمان بينتج أكله. الفلاح بيشتري رغيف العيش ما كانش بيشتريه، كان بينتجه، كان بياخد القمح ويحطه في الصومعة اللي قدام البيت وياخد منه ويطحن ويخبز وياكل. بيشتري رغيف العيش بيزاحم أهل المدينة على الرغيف السيء اللي بيتباع في اللي ما ترضاش تاكله البهايم. احنا بناكله لان احنا مش لاقين بديل عنه. الفلاح ما بقاش ينتج اللي بياكله، الفلاح ما بقاش يربي الفرخه اللي تجيب له بيضه عشان ابنه يطلع ما عندوش لين عظام يبقى عنده كالسيوم. بيبيع اللبن علشان هو ما عندوش فلوس، كان بيشرب اللبن ده وكان بياكل من السمنه وكان بيعمل جبنه وكان عايش على هذا الانتاج. النهارده ما بيخليش لنفسه كيلو لبن، بيبيع اللبن كله عشان ما عندوش فلوس. لازم يدعم هذا الفلاح عشان ياكل من هذه وقايه صحيه. ده لما يشرب اللبن، الفلاح يشرب اللبن وياكل السمنه وياكل الجبنه ويعمل من الطحين ده ويعمل عيش وياكل، مش هيجي المستشفى، مش هيجي المستشفى، مش هصرف عليه ولا مليم. لما اوصل له ميه نقيه، لما اخلي ميه ما يرويش من ميه الصرف اللي بتترمى، لما ما يرويش من الصرف الصحي، لما ما يصرفش الصرف الصحي على الترعه اللي بيزقي بيها الزرع، انا هعمل وقايه. مش هيجي لي الفلاح المستشفى، مش هيجي العياده، مش هياخد اسبرينا. الفلاح زمان كان بيعيش 110 و 120 سنه وكان بيفضل وشه احمر وقد كده ورقبته تخن كده وراجل مالي هدومه. النهارده الفلاح بص عليه بعد الاربعين تلاقيه حاني وخاسس وبطنه كبيره كده، عنده طحال وعنده كبد وعنده. هذا الامر هو نتيجه ان هو السياسه الزراعيه سياسه سيئه، والسياسه الغذائيه سياسه سيئه، والسياسه الصحيه سياسه سيئه. انا هعمل ده للفلاح عشان ما يجيليش المستشفى، علشان يبقى زي الفلاح القديم اللي كان بيجوز ابنه على القطن وبيجوز ابنه على القمح، واللي كان بياكل السمنه وياكل الجبنه ويشرب اللبن، واللي كان عنده البهيمه يقول لك انا ما اقدرش انام في البيت لو ما فيهاش نفس الجاموسه، لو ما فيش نفس جاموسه في البيت ما اقدرش انام. يفضل سهران للصبح لما ينزل السوق يشتري جاموسه، ما يقدرش ينام من غيرها، لازم تبقى موجوده. النهارده كم بيت في الارياف عنده جاموسه؟ كم بيت في الارياف بيربي وز وبط وارانب وفراخ عشان ياكل وعشان انا اكل من وراه؟ كل بيضه بتنتجها بتصب في اقتصاد البلد، بتزيد من اقتصاد البلد. هو ده الكلام كان راح فين؟ راح نتيجه الفساد ده كله، لان الفلاح مش لاقي حاجه. احنا عايزين نتوسع افقيا ونتوسع كمان راسيا، عايزين نقضي على التعدي على الاراضي الزراعيه، لكن لازم نوجد حلول لابناء الفلاحين اللي بيبنوا على الارض الزراعيه لانه عايز يبني بيت يسكن فيه. لا انا هسكنه في بيت وهديله ارض وهديله استشارات، هقول له ازرع ايه وما تزرعش ايه، ايه المنتج اللي تزرعه والمواصفات بتاعتها وامتى تزرع وامتى تقلع، واقول له محصولك مضمون البيع. اذا ما عرفتش تبيعه هاتولي، انا عامل مصانع، عامل مصانع تكون قريبة من الأرض الزراعية، تاخد المنتج ده تعمله، تعمله عصير، تعمله مربى، تعمله صلصة، تعمله خضروات مجففة وتصدر للدول اللي حوالينا. نبيع ونجيب عملة صعبة ويرتقي الفلاح ويبقى في أحسن حال. ده اللي احنا عايزين نعمله من السياسة الزراعية في كلمات بسيطة وخفيفة ومفهومة وما فيهاش التعقيدات والأرقام اللي بيجيبوها لنا في الجرانين والأحزاب اللي بتعلن لنا هتعمل كذا وكذا. أنا بتكلم كلام سهل وكلام ميسور وكلام مفهوم وكلام يقدر كل واحد يعرف طريقه فين وهيدي صوته لمين. السلفيين هيسقفوا بقى. الكلام من القلب، وما كان من القلب وصل إلى القلب. ولا تعقيب على كلام فضيلة شيخنا الشيخ محمود، إن شاء الله تعالى بالإسلام هنعيد أمجادنا بالإسلام. أنا يعني أخشى عليكم، أطلنا عليكم، ومش عايزين يعني حد يشكو مننا، فأنا أستسمح أيضا إخواننا المرشحين إن هم يعرفوا بنفسهم وكلمات تشبه عناوين المقالات لنصل إلى الإجابة على الاستفسارات. الآن مع كلمة الحاج محمد رمضان الزعيري. طبعا الحاج رمضان عرامة دي بلده،
وفيها أهله وما هوش غريب علينا. وأنا مضطر أن أنا أقول الحاج محمد رمضان الزعيري. حزب النور منزل الحاج محمد رمضان الزعيري في القائمة، تاني واحد في القائمة، عشان لو كان فيه الزعيري تاني ولا حاجة غير الحاج محمد رمضان الزعيري يبقى ده سكة غير سكة الفانوس. الحاج محمد رمضان الزعيري في القائمة، والقائمة الفانوس رقم واحد مع الحاج محمد رمضان الزعيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا مش غرب على بعض، يعني كاد اعرفكم بالواحد، ويعني تكادوا تعرفونني جميعا. من قصير الكلام، عرامة طول عمرها مدمنة خوض المعارك الانتخابية، هي وأجاورها أسكوت والعصافرة وسكلم. الميزة في عرامة وأجاورها مش أهل رشوة، ما سبتش على واحد في المنطقة هنا هوت أنه خد حاجة من مرشح، ودايما مرشحين بتوعكو زي يعني زينا من توب واحد. التواجد بتاعكم مطمئن لي أنا ان انتوا هتدوني انا واخواتي المرشحين. الدعوة السلفية رشحتنا لكم، احنا ما رشحناش نفسينا وما كناش عايزينها، لان انتوا اول ناس جيتوا نصحتونا اوعوا السكة دي متعبة، هيجي اللي يشدك من الشارع ومن بيتك ومن فرشتك، تعالى طلع لي ابني من الاسم، تعالى سفلت لي الشارع، عندي واحد عيان هات له نفقة الدولة علاج. الكلام ده كله حافظينه وانتوا عارفينه، ولكن تفتح المنطقة ديت وصلها بفهمها ان عضو مجلس الشعب له دور معين جوه المجلس، ان هو مجلس تشريعي ومجلس رقابي، والشغل بتاع البنية التحتية ده احنا مش هنسيبه، هنجيب لكم ناس في المحليات هتعمل ان شاء الله الشغل ده على اكمل وجه. احنا هنحافظ على الميزانية الكبيرة بتاعت الدولة عشان نوصلها لكل محافظة والكل حي والكل دايرة والكل شارع ياخد حقه ومستحقه بواسطة المجالس المحلية. أنا هبشركم عشان ما نقولش المستقبل مظلم، طلع بياني اليومين دولت بأن قناة السويس زاد إيرادها عن السنة اللي فاتت 40 مليار دولار. أظن ده مطمئن. 40 مليون دولار. يعني ده رقم مطمئن جدا إن إحنا يبقى بلدنا بنحس بخيرها. احنا زي ما المشايخ الافاضل قالوا هنقفل حنفيات الفساد، ابار البترول انضبط هيحولوها يعني مناجم معادن. اكتشفوا الاسبوع ده بير بترول ضخم، عندنا ثلاث جبال دهب محدش مد ايده فيهم، عندنا مشاريع منتظرة سينا لا حصر لها. يعني المستقبل ان شاء الله مشرق ومضيء ومطمئن وفي تفاؤل وامل. جيتنا احنا هنحافظ على مقدرات البلد ان شاء الله قدر الاستطاعه، هنحافظ على ماليه البلد تروح فين وتيجي منين. احنا نزلنا ليه؟ نزلنا عشان اول حاجه تفعيل الماده الثانيه من الدستور، عشان في ناس كتير بتقول كده جاي ليه؟ ما الماده موجوده، انتوا قلقانين ليه؟ موجوده يا حبيبي بس في الورق، احنا جايين نفعلها، بس مش هنفعلها ان احنا هنصبح نقفل البنوك ومش عارف نقفل ايه ونقفل، لا، بالتدرج هوجد لك البديل الحلال المربح وابتدي في قفل منابع الفساد دي واحدة واحدة. انا مش من هواة كحزب النور ان انا واحد متغطي بخمس بطاطين وعرقان من كتر الدفى واجي سحبه مطلعه في الساعة موته، لا، انا هشيل بطانية بطانية وخليه لما ينشف عرقه واشربه بقه ميه وبعد كده توكل على الله، كده ما يبردش مني وما يموتش مني. دي ثقافتنا باختصار اللي نقدر زي ما بنقعد مع بعض على حصيره، ده الاسلوب اللي بنوصل بيه فينا المثقف وفينا الراجل اللي عايز يفهمها كده. عندنا اولويات التعليم، الاقتصاد، الصحه، والمشايخ الافاضل شرحوا لكم باستفاضه. اللي انا عايز اقوله، في واحد بعت لي نصيحه كده على او بتاع كده ممازحة على التليفون، بيقول لي اوعى تاخد كيس سكر ولا كيلو لحمة
ولا ازازة زيت عشان تدي صوتك لمرشح الا لما ايه تتأكد من تاريخ الصلاحية ان الحاجة دي يعني ايه صالحة للاستعمال. طبعا احنا مش كلام دوت. عايزين نقول مرة تانية انا شايف المؤتمر بتاع رامة مختلف عن مؤتمرات الاماكن التانية. اهلنا وحبايبنا كلهم موجودين. انا محمد رمضان الزعيري بس جاي لكم محمد رمضان الزعيري حزب النور سلفي نهجي اصلاح بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نهجي ديمقراطي ولا علماني ولا اشتراكي ولا حزب وطني ولا حزب وفد ولا غيره. قبلني على كده ارفعوا ايديكم وروني. جزاكم الله خيرا. عشمي فيكم، انتوا ناس افاضل، ناس متفتحين، ناس متطلعين، فاهمين الدنيا فين رايحه فين جايه منين. طول عمركم بتمارسوا سياسه، انتوا مش محتاجين شارع، شوارعكم ما شاء الله. الشوارع الوحيده اللي لفيناها فيها دائره منتزه، لا فيها عيني برد عليكم، لا فيها روبه ولا طينه، شوارع عرامه. يمكن عشان فين؟ طب برضه مش في عرامه، بعيد عن عرامه الاصليه. كل ده ان شاء الله هيفعل. خدوا بالكم اساتذتنا الافاضل الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ ياسر برهامي، كلكم تعرفوه. مشايخنا الافاضل هم اللي جابونا، مشايخنا محل ثقه بالنسبه لاسكندريه بل للجمهوريه بل للعالم، مشهود لهم بالكفاءه العلميه والذهنيه. ما جابوناش من فراغ. فانا ارجو زي ما هم حطوا ثقتهم فينا ان احنا ممكن نبقى يد مع الشعب للنهوض بالبلد، ارجو ان انتوا كمان يبقى عندكم ثقه فينا وفي حزبنا وما تخذلوناش وتساندونا باصواتكم يوم 28. احنا جنبنا العصافره المسيحيين ياما. المسيحي ده له يا اخوانا، عشان الثقافه تختلف بس شويه، وما تظنوش الظنون اللي كانت بتبقى موجودة في العهد السابق ان احنا كسلفيين او كسنيين بيننا وبين الناس دي عداء قاتل. لا، الناس دي لها حقوق، لها حقوق في الوطن، مش منحة مني ولا منك ولا منا، حق لهم. عشان اثبت لك ان احنا كنا مظلومين في الفترة اللي فاتت، عشان واحد في 45 من حوالي اسبوعين اديني الضمان يا عم الشيخ لما تيجوا مجلس الشعب ما تأذوناش ولا تسنوا قوانين الجزية وتعذبونا وتعملوا وتعتقلونا. قلت له الضمان انت خدته يا اخويا، الضمان انت خدته في شهر واحد اثناء الثورة، مين اللي حفظ لك الامن؟ امنك في نفسك، في ولادك، في عرضك، في بيتك، حتى كنيستك مين اللي حماها؟ لما الشيخ ياسر جماعنا لما قامت الثورة وقال الدنيا البلد بتغرق البلد بتولع، كل واحد لازم ينزل، اللي مش هينزل الثوره ينزل يقف في الشارع ياكل الناس، يحرس الناس، ينظم مرور، يمنع التخريب. انا سالته سؤال واحد كنت قلقان منه، قلت له والنصارى؟ قال لي احنا اللي نحميهم، احنا مدون نحميهم، لكن عامه الشعب يعمل الحاجات الشعبيه، يعمل حاجات ثانيه. وفعلا كان ياسر متحمت، اكلوا شربوا اطمأنوا، بل عملنا حاجة لما فتحنا منافذ بيع المواد الغذائية. كان ساعات يعدي واحد نصراني أنا عارفه يخجل مني ملتحي، وكان قبل كده في عداء، أو هو اللي واخد موقف العداء عشان تصريحات الحكومة ضدنا. فاقترحت أنا وأهل منطقتي، ومش كلهم سنيين، كانوا برضه منكم ومننا، قلت لهم يا إخوانا فلان جارنا ده خجلان وأكيد المسيحيين التانيين زيه، فاقترحنا نعمل إيه؟ نبعت اطفالنا تخبط على البيوت في ايده كيس، في الكيس فيه ازازه زيت، فيه 2 كيلو سكر، فيه 2 كيلو رز، فيه فرخه، ويخبط يقول يا عم جرجس، يا عم مرقص، الكيس ده فيه اكل ب 30 جنيه، معاك ال 30 جنيه؟ هاتهم. ما معاكش؟ بابا بيقول لك احنا في مركب واحدة والبلد واقعة وما يهمكش حاجة. ده اللي حصل مع المسيحيين. انا عايز واحد مسيحي يقول لي في سني اعتدى عليه. انا عايز واحد مسيحي يقول لي في اثناء الثورة والغياب الامني والانفلات الامني للان كنيسة اتحرقت.
فتنة طائفية قامت بسببنا، مفيش الكلام ده كله، ده الضامن ليك في عدم غياب في غياب الأمن والانفلات الأمني أنا ما أذيتكش. يبقى بالأحرى لما تقام دولة مؤسسة على أساس صالح، أساس يرضي الله عز وجل، ده أحرى أن أنت تضمن أنت لا تؤذى ولا يهضم حقك ولا يعتدى عليك ولا على عرضك. أنا عايز الرسالة دي، أنتوا أهلي وأنا لو واحد فيكم، أنتوا كلكم تعرفوني، أنا كنت بلعب هنا في شغل والدي وأنا عندي 3 سنين 4 سنين، يعني من الصغر هنا في الأرض دي اللي بزرع جوافة دلوقتي واللي بقت مباني دلوقتي. واحد فيكم يقول أنت كذبت في يوم، اللي يثبت لي كذبة في يوم أنا دلوقتي شيخي موجود واللي في الحق اللي اتفرض عليا أدفعه. اللي ثبت عليا كذبة يا أخوانا في زعيرات قاعدين، في عيد عرجاوة قاعدين، في عيد خضر قاعدين، في العوام قاعدين، ما في يعني كلكم بدون ما اسمي كل العائلات تعرفوني كويس جدا. لو واحد فيكم يثبت على كذبه يا عم متولي خضر يقول يا رمضان يا سلومه قول، ها حد يا حاج علي، حاج محمد، يا سعد. فانا برضو بقول لكم انا بصدق القول، اخواتي دول انا عشرتهم 30 سنه فاشهد لهم بالصدق. وخالي اهو، خالي فتح الجيسي من عائله الجيسي، ابن خاله والدتي. فاخوانا يعني ارجوكم تبصروا، تبصروا بمستقبل مصر. عرمة لها وضع خاص يا اخوانا، عرمة دي قلب العصفره يا اخوانا. الكلام ده حصل بالفعل، تنشروه مع اخوانكم المسيحيين اللي جنبكم دولت، قصدي جيرانكم المسيحيين، فهموهم النقطة دي ويكونوا واعيين ومدركين الحتة دي بالذات، لأن احنا في مفترق طرق. النقطة الأهم من كده، دول اخواتي وعلى ضمانتي، وجزاكم الله خير. طيب جزا الله أخي الكبير الحبيب الحاج محمد رمضان الزعيري، وحقيقة أنا أشعر به، يعني كلماته نبض قلبه فيها إيه عالي، ف يعني هو ماسك نفسه بالعافية، لانه هو حاسس ان هو بين اهله وبين اخوانه، وحقيقه انتم منظركم يفرح، واحنا حضرنا مؤتمرات كتيره، لكن فعلا مؤتمر عرامه ليه طعم خاص بحضور شيخنا الشيخ محمود وتشريف الشيخ المهندس اشرف ثابت، والكلمات الجميله اللي طالعه يعني ممزوجه برائحة المسك دي ورائحة الإخلاص والصدق. وأنا دايما أقول إحنا بفضل الله تعالى سنين طويلة بنتربى في المساجد تربية إيمانية، ولذلك حملتنا الانتخابية اللسان فيها صادق واضح مفيش التواء، والوعد فيها صادق والمنهج ثابت. يبقى اللسان صادق مفيش كذب، والوعد صادق مفيش خلف إن شاء الله تعالى، والمنهج ثابت لا ميوعة ولا مداهنة، كلمات واضحة خارجة من القلب. بقي أن تسمعوا أخونا الأستاذ عبد العال مختار في كلمة موجزة لنصل إلى الاستفسارات والإجابة عن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الكلمات الطيبة اللي بدأت بالشيخ أشرف وانتهت بالحاج محمد، وفي النص كان الشيخ حسني والشيخ محمود عبد الحميد، فأنا جيت في الآخر، لكن في الحقيقة يعني الشيخ محمود قال كلمات، قال أنا مش من المرشحين ولكن أنا من الايه؟ المرشحين.
العقلية اللي اتكلمت دي هي اللي اختارت الناس دي. الشيخ محمود عبد الحميد ومن على وترته زي الشيخ ياسر ومجلس إدارة الدعوة هم اللي اختارونا. والله احنا مكلفين. اللي حصل لنا ده تكليف. والله والله انا عن نفسي يعني ما كنتش اتمنى ان نقف الوقفة دي. انا كنت اتمنى نكون زي الاخوة اللي ماسكة اللابتوبات هناك ديت ولا لابس السديري. انا عن نفسي والله انا من غصب عني واقف. ولكن ده تكليف ولكن ومش تشريف. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية واحنا ماشيين في المسيرات والجولات الناس بتسألنا ايه برنامجكم؟ ايه برنامجكم؟ واحنا ماشيين في جمال عبد الناصر وفي بكوس وفي ابو سليمان وحتى هنا لما دخلنا المنشية والاماكن ايه عندنا برنامج. وبصهم لشعار الحملة هوية ودولة عصرية. هنقف عند كلمة دولة عصرية عشان المشايخ افاضوا في الهوية الاسلامية. دولة عصرية يعني ما احناش درويش. دولة عصرية يعني عندنا الشيخ اشرف ثابت ماسك الايبوت اهو وشغال منه. دولة عصرية يعني الشيخ محمود عبد الحميد اللي ما لبس بدلة في حياته هاتوا الان كده اكبر استاذ في كلية الزراعة ويناظر الشيخ محمود عبد الحميد. هاتوا اي حد يناظر مشايخنا واساتذتنا والاساتذة بتوعنا في البرامج حزب النور واتفرجوا على حزب النور. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية يعني المفروض الان نتكلم يعني انا بنتكلم في البرامج برنامج التعليمي في اغلبية المؤتمرات ولكن الوقت مش هيسع الان. ولكن انا في سؤال دايما بنتساله عنه وهو هنشوفوكم تاني ولا مش هنشوفوكم؟ اكيد في حد بيسأل السؤال ده حتى في ذاكرته او حد معدي في ثقة. طب السؤال ده يتسأل ولا متسألش؟ طيب طب السؤال ده اللي يصر عن السؤال ده يتسأل يرفع ايديه. يا ماشي يبقى احنا هنشوفوكم تاني ولا منشوفوكم. وفي الحقيقة انا باعتباري مسؤول عن شيخة منطقة الملاحة وعضو مجلس امناء دائرة المنتزه فهنجيب عن السؤال ده لغاية الاستاذ اشرف ما يجيب عن باقي الاسئلة. ولكن هنشوفوكم ولا مش هنشوفوكم؟ احنا المنتزه دي لها هيكل اداري اسمه امانة دائرة المنتزه وعندنا 25 شيخة. الشيخة دي يعني احنا مش مطلوب مننا ان الاستاذ اشرف ثابت عضو مجلس الشعب يكون موجود بيننا باستمرار. امال ايه؟ امال مش هنشوفه تاني؟ هنشوفه في التلفزيون؟ هتشوفهم امين الشيخة مكانه. هتشوفهم اعضاء مكتب الشيخة مكانه. يعني اللي عايز مشكلة زي مشكلة الاوقاف اللي الاخ اتكلم فيها مش هيدور على بيت الشيخ اشرف ثابت ولا بيت الحاج محمد رمضان ولا الشيخ حسني ولا الشيخ صبري ولا الباشمهندس عبد المنعم. لا نعم الاستاذ. فطبعا هيروح بسرعه على مكتب الشيخه ويقدم المشكله بتاعته. انا عندي مشكله بفضل الله عز وجل واحنا واخدين كلام في الهيئه العليا اللي بتاعتنا بتاعه الحزب النور ان احنا لا نعد. يعني ايه ما نعدش؟ يعني احنا مش هنعمل الارض البحر طحينه. يعني احنا مش هنوعد من اللي مش في ايدينا. لكن بفضل الله عز وجل بثقتكم الغالية وبالمطر اللي نزل بفضل الله عز وجل ان في خير جاي. وربنا عز وجل يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. فالبركات ايه؟ اخوكم عبد العال مختار ابو الغيط من حوض 10 مرشح في قائمة حزب النور. مش مشكلة رقم كام بس المشكلة القائمة والفانوس. الايه؟ الفانوس. والباش مهندس عبد المنعم الشحات فخر للمنتزه. باش مهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الاعلامي والرسمي باسم الدعوة السلفية فخر لمين؟ للمنتزه. الباش مهندس كان ممكن ينزل في اي دايرة مش في اسكندرية. في مصر باكملها كانت تتمنى ان الباش مهندس عبد المنعم يكون النائب بتاعها ولكنه اختار ايه؟ اختار المنتزه. واخونا الاستاذ صبري سعيد موسى سليم على مقعد العمال ايضا ورمز الايه؟ البرواز. يبقى انت هتخش هتختار الفانوس وايه كمان؟ وسماعة الطبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. حقيقة المؤتمر حضره جمع كبير. باشمهندس اشرف باشمهندس حضر المؤتمر جمع كبير من امهاتنا واخواتنا وبناتنا
وأنا أخشى أن ينتهي المؤتمر قبل أن يسمعنا. إيه رأيكم في المرأة؟ هتقعدوها في البيت؟ هتجبروها؟ وأكيد في أسئلة من اللي قدام حضرتك بتقول الكلام ده. هل المرأة عندكم دور؟ كنا نتمنى أن تكون الدكتورة حنان علام بينا تقول برنامجها وإزاي أن المرأة عندنا مكرمة محترمة ولها أدوار كتيرة هتقوم بيها وبرنامج حزب النور. إن كان السؤال ده موجود يبقى حضرتك تفصل فيه ومع الاستفسارات والإجابة عن الأسئلة. والمهندس أشرف ثابت فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ في الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول الأمامي، أين أنتم قبل الثورة؟ مش أنتم اللي قلتم الخروج على الحاكم حرام؟ أين خبرتكم السياسية؟ يعني هو ثلاث حاجات، أنتوا كنتوا فين؟ وأنتوا كنتوا بتقولوا إن الخروج على الحاكم حرام وما عندكمش خبرة سياسية. أما إحنا كنا فين قبل الثورة؟ كنا في وسطيكوا، كنا معاكوا، مفيش حد فينا كان بعيد، لا مسافر بره في اوروبا ورجع لما الحكومه سقطت، لا كنا معاكم بنخدم على قدر طاقتنا بندعو الى الله عز وجل ودخلنا السجون. من ده المكان اللي كنا فيه، يا اما كنا وسط الناس بنمارس الدعوه بنمارس الخدمه على قدر طاقتنا وعلى قدر امكانياتنا الامكانيات المتاحه لنا، يا إما كان بيتقبض على إخواننا وبيخشوا في السجون. مسألة اللي انتوا كنتوا بتقولوا إن الخروج على الحاكم حرام، أنا هجاوب بس، أنا الشيخ محمود ده زميلي في السجن، كان معمول لنا قضية قلب نظام حكم سنة 2001 مش كده؟ 2002 والشيخ محمود قال له النظام الحكم ده جردل هنقلبه، فده يعني إجابة كافية. خبرتكم السياسية، السياسة دي حاجتين، في سياسة الكذب والتدليس والغش والخداع وخلف الوعد اللي هي بيسموها السياسة القذرة دي، احنا ملناش خبرة فيها ومش هيبقى لنا خبرة فيها، لان ده مش منهجنا ولا اسلوبنا، وده الناس عمرهم ما تعودوا منا على مثل ذلك. حتى في طرحنا للبرنامج احنا واضحين جدا ومنوعدش الناس غير باللي هنقدر نعمله، واللي هنقدر نعمله ده مرتبط بالتواجد والعدد اللي لنا في مجلس الشعب. اما عن سياسة الدنيا زي ما قال الأستاذ حسني المصري، إن اللي بيفهم في الدين بيفهم في السياسة، والحمد لله رب العالمين احنا بنمارس الدعوة إلى دين الله عز وجل منذ أكثر من 30 عاما ولنا خبرة سياسية الحمد لله، ونستطيع أن نقدم برامج الإصلاح، وعند الحزب الكثير من الكفاءات التكنوقراط الذين يستطيعون أن يقدموا برامج إصلاحية وخطط تنموية للمجتمع المصري. فمسألة اللي انتوا ما عندكمش خبرة في السياسة، أنا عايز أسأل هو مين اللي كان بيمارس سياسة قبل ده؟ وكان في سياسة في مصر، هو حد كان بيمارس سياسة عشان حد يتشدق ويقول إيه الخبرة السياسية بتاعتكم؟ طب وإيه الخبرة السياسية اللي عندكم؟ هو مين كان بيمارس سياسة في مصر؟ ده الحزب الوطني نفسه ما مارسش سياسة، الحزب الوطني نفسه ما كانش بيمارس سياسة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأيك في قول أن حزب النور ليس له خبرة في السياسة؟ وده جاوبته،
وان حزب النور تابع لامن الدوله. حزب النور اتشهر بعد ما اتحل امن الدوله، وامن الدوله برضو انا جاوبت على السؤال ده، اللي هم اللي كانوا بيقبضوا علينا وبيدخلونا السجون، فيعني ايه كنا تابعين لهم وكانوا بيدخلونا السجن ليه؟ كانت حوافز على راي الحاج محمد، بدون حافز دخلونا السجن. اه والله انا فعلا ظابط قبل الدوله قال لي كده فعلا والله، قال لي ده انت مفروض تشكرني، ده انت قعدت 7 شهور تصلي قيام ليل وتختم القران وتقول الاذكار وما بتعملش معاصي، ده انت مفروض قبل ما تروح تشكرني اللي انا قدمت لك الخدمه دي. قلت له طب ما تخش تجرب لك شهر واحد طيب. سؤال اخر من دكتورة جامعية بتقول انها تعمل ضمن هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية، بتسأل عن رؤية الحزب في البنوك وفي الضرائب. رؤية الحزب في البنوك لا شك ان نظام الاقتصاد بمصر مرتبط بنظام عالمي، ومسألة التغيير فيه لابد ان تكون تدريجية وعلى سنوات عديدة حتى لا يحدث انهيار في الاقتصاد المصري. رؤيتنا اللي احنا في بنوك ممكن نكتر من صيغ التمويل الإسلامية ومن العقود اللي موجودة في الإسلام زي المضاربة والمرابحة والمزارعة والمشاركة، ان الناس مع بعضهم يكونوا شركاء في الربح والإنتاج، يبتعدوا عن الفائدة الربوية. الربا في حد ذاته ده، الربا في حد ذاته حينما يتعامل به الناس فإنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى، ولا طاقة لنا بحرب الله عز وجل أبدا، ما نقدرش. وأنا على المستوى الشخصي بيجيلي مشاكل كتير جدا على مدار سنوات عديدة، ناس خدوا قروض عشان يسددوا ديون، ناس خدوا قروض عشان يحلوا مشاكل، مفيش واحد من الناس دي شفته جالي وقال لي انا خدت قرض واتحلت مشكلته، بل بتزداد تعقيدا. لو كان عليه 20,000 بقوا 50,000، لو عنده مشكلة بيبقوا 10 مشاكل، لانه لما خد الربا دخل في حرب مع الله عز وجل، ونحن لا طاقة لنا بذلك. لكن اللي هنقدر نعمله في مسألة البنوك اللي احنا نشجع الناس على أنواع المشاركة والمضاربة، المشاركة في الربح والإنتاج والعمل، الناس بينهم وبين بعض وبين البنوك وبين الناس. دلوقتي في بنوك بتعمل صيغ جميلة جدا، تقول لك والله أنا هعمل معاك مرابحة، أنت عايز تشتري إيه؟ البنك يصح أن يكون تاجرا، عايز تشتري عربية أنا هشتريها لك، اديني المواصفات بتاعتها وهروح اشتري لك العربية، فتديله المواصفات يقول لك العربية دي تمنها على 10 سنين بيساوي كذا، يروح يشتريها لك بل بيسلمها لك قدام البنك كمان. كل ما بتضغط على البنك وتقول له انا عايز اتعامل شرعي، خلي بالكوا يا جماعة البنوك بتستجيب حتى من قبل الثورة. بنوك لما بيجي بيعرض صيغة فيها شبهة شرعية تقول له لا ده حرام، ده ربا، ده بيع غير جائز، يقول لك طب انت عايز ايه؟ اقول له انا عايز اعمل كذا، يقول لك هعمل لك. فالبنوك وصلت لمرحله ان يقول لك كل اللي انت عايزه من شروط في العقود عشان يبقى العقد صحيح انا هعمله لك. مساله الضرائب احنا بنبص لها او بننظر لها نظره مختلفه. ها اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. أنا عايز أسأل الدكتورة الجامعية، وهي أكيد تعرف وبتسمع الإذاعات العالمية، في وول ستريت في أمريكا في شارع البنوك بيهتفوا بإيه دلوقتي؟ ها؟ لا، بيقولوا نريد اقتصادا إسلاميا. في أمريكا بيقولوا نريد اقتصادا إسلاميا، لا نريد الرأسمالية ولا الفائدة الربوية. بماذا يطالب المصارفة المصرفيون الإنجليز؟ يطالبون بالفائدة 0 التي هي المعاملة الإسلامية، ويقولون أن سبب عدم انهيار الدول الإسلامية هي الاقتصاد الإسلامي.
هم يطالبون في انجلترا بالفائدة صفر، احنا عندنا انتكاسة، عندنا انهزامية، احنا عايزين اللي يجي من الغرب ولو كان البول بتاعه نشربه. احنا عندنا دين وعندنا ثقافة وعندنا شريعة، لا يوجد، دي شريعة ربنا. حد يقول ان في شريعة فوق شريعة ربنا؟ حد هيعمل قانون اعظم مما سنه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس؟ الاقتصاد الماليزي، النمر الماليزي، هذا مبني على الاقتصاد الاسلامي. انا عايز اقول لها يا دكتورة، بدل ما تبقي منهزمة امام امريكا واوروبا وعايزة تاكلي بالربا، انت شوفي الغرب بينادي بايه النهاردة. الغرب بينادي بانه عايز اقتصاد اسلامي، عايز يمحو الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو، لا يقوم على اقتصاد لا فرد ولا أسرة ولا دولة، لا يمكن أن تقوم على الربا أبدا. والغرب الآن ينادي بأنه يريد أن يتعامل معاملة إسلامية وأن تكون الفائدة صفر. وبس تعقيب ورسالة للدكتورة إذا كانت تستمع والدكتورة لا تعترض ولا تريد وبتسألش السؤال بطريقة انهزامية، هي بتستفسر بس عن رؤية حزب النور في مسألة البنوك ومسألة الضرائب. يعني ده واحنا اللي هنتعشى عندها، خلي بالك يا عم محمود. فدي يعني كان السؤال بتسأل رؤية الحزب، وده من حق أي شخص موجود يسأل رؤية الحزب في أي حاجة، في البنوك، في الضرائب، في السياحة، في التباسيل، في أي حاجة يسأل، وإحنا دورنا اللي إحنا نجاوب، فليس هناك حرج في ذلك الأمر. مسألة برضو الضرائب، إحنا لنا يعني لا شك وجهة نظر في مسألة الموارد المالية اللي نستطيع من خلالها إحداث التنمية في المجتمع وعلاج الكثير من مشاكل الاقتصادية، وهو تفعيل دور بيت مال المسلمين، دور الزكاة، جباية الزكاة من جميع المقتدرين. لا شك ان الاهتمام بذلك الامر بالاوقاف وبالصدقات هيفعله الناس وهم في غاية الرضا وفي غاية الحرص، بغير الضرائب. الضرائب انت مهما بتفرض ضرائب على الناس، كل واحد همه ازاي يتهرب من الضريبة. ده المجتمع كده، كل واحد همه ازاي يتهرب من الضريبة. لكن انا لما اجي اجمع من الناس زكاة اموالهم، افتح ابواب الوقف او باب الصدقات، لا شك ان ده هيكون مورد هام استطيع من خلاله القضاء على مسألة الضرائب، الا اذا كانت الدولة في يعني حاجة ولم تكفي اموال الزكاة واموال الاوقاف والصدقات، ففي الحالة دي ممكن ان انا يعني افرض شيء على الناس لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع. اما السؤال الاخير وهو انها يعني مسألة تدريس المرأة في الجامعة وانها تكون عضو هيئة تدريس، ده امر يعني جميل جدا، ويريت ان يكثر العدد من اخواتنا الاساتذة في الجامعة والحاصلات على درجة الدكتوراه. لا شك ان التعليم الجامعي ده فيه رجال ونساء، ربما يأتي علينا زمن ووقت نستطيع فيه اللي احنا ننشئ جامعات خاصة بالنساء، وتكون المدرسات والأساتذة في جميع التخصصات متوفرين من عنصر النسائي. ولا شك ان وجود المرأة في هيئة التدريس بيحل ويخفف الكثير من المشاكل على اخواتنا الطالبات في الأسئلة والاستفسارات وبعض المشاكل اللي بتطرأ لهم في الجامعة. سؤال آخر بيقول: هل من حق الحكومة الحالية اتخاذ قرارات بالاستدانة من الخارج مع أنها حكومة انتقالية؟ من حق الحكومة أنها تفعل ذلك، ولكن الحكومة من الواجب عليها ألا تمضي في أمر أو تسير شأن من شؤون البلد إلا وهو يحقق المصلحة العامة للمجتمع والشعب المصري. بيقول أيضا: برجاء التكلم على كيفية الانتخابات والإدلاء بالصوت داخل اللجنة والتركيز على الرموز، الفانوس والسماعة والبرواز. الأستاذ عبد العال سبقني في هذا الأمر، ولكن أنا عايز أتكلم على مسألة الانتخاب. لازم يكون في ثلاث حاجات معاك قبل ما تخش تروح تنتخب، قبل ما تروح
تكون عارف مقر اللجنة، المدرسة كذا ومش كده وبس، رقم اللجنة ورقمك في الكشف. بصراحة يعني أنا حاسس كده، حاسس إن النظام اللي اتعمل يعني نظام معمول عشان يقلل كمية الناخبين، يعني الأصوات اللي تروح تدلي بأصواتها في الصندوق تكون قليلة. فأنت يعني لازم إحنا ناخدوا حذرانا، يعني يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أول حاجة لازم تكون بطاقة الرقم القومي معك في جيبك، ما يكونش معك صورة، ما يكونش معك جواز سفر، ما يكونش معك رخصة قيادة، بطاقة الرقم القومي لازم تكون معك في جيبك الأصل، وتكون عارف مقرك، المدرسة اللي فيها مقر اللجنة، رقم لجنتك، رقمك في الكشف، والتلاتة دول سهلين. يا إما بتروحوا الشيخات يدوكوا الخدمة دي والبيانات دي، الشيخات حزب النور. هو أنا فكرت واحد وقلت السياحة فبعت لي سؤال رأيك في السياحة. أو عن طريق رقم الاتصال ب 140 من التليفون الأرضي اللي بالدليل، تقول له أنا عايز أعرف لجنتي، فهيديك المقر المدرسة ويسكت. تقول له عايز أعرف رقم اللجنة هيديهولك، تقول له أنا عايز أعرف رقم الكشف هيديهولك. وممكن وأنت بتسأل ليك إنك تسأل عن أربعة في المكالمة الواحدة. ماشي، ما احنا بنتكلم على زائد طبعا الشيخات موجوده في النت، وموجوده في النت دي الوسيله الثالثه. انا قلت الشيخات يعرفوكوا المكان ورقم اللجنه ورقمك في الكشف، او عن طريق التليفون الارضي، او عن طريق النت الدخول على اللجنه العليا للانتخابات. بتخش اللجنه جوه بتلاقي بيديك ورقتين، القاضي هيديك ورقتين، ورقه اللي هي الخاصة بالقائمة وورقة الخاصة بالمقاعد الفردية. الورقة الخاصة بالقائمة مش هتلاقي فيها أسماء، يعني مش هتلاقي اسم الحاج محمد رمضان الزعيري تقول اللهم شالوه من الانتخابات، لا. القائمة هي حزب النور، القائمة الورقة اللي بمكتوب فيها حزب النور هي دي القائمة، يعني مش هيحط أسماء القائمة، يعني أسماءنا مش هتلاقيها جوه في الانتخابات، لكن هتلاقي إيه؟ أسماء أحزاب. أول حزب في الكشف حزب النور، رمز الفانوس جنبه علامة صح كده، انت اخترت القايمة، تطبق الورقة وتحطها في الصندوق. تيجي في الورقة التانية ما تقراش، دور على سماعة الطبيب وعلم، ودور على البرواز وعلم بس، وتطبقها وتحطها في الصندوق. هتعلمه ولا لا؟ سؤال اخر بيقول اعتزم باذن الله اعطاء صوتي لقائمة حزب النور، فأطلب من سيادتكم تعريف مختصر بشخصكم الكريم. جزاك الله خيرا. أنا أشرف ثابت سعد الدين من مواليد محافظة الأسكندرية قسم الرمل، أصولي وجذوري بترجع إلى الصعيد من محافظة سوهاج عرابة أبو عزيز، حاصل على بكالوريوس الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي سنة 89، وحاصل على الليسانس الحقوق سنة 97، عضو الهيئة العليا بحزب النور وأمين عام لجنة شؤون العضوية على مستوى الجمهورية بالحزب. نعم، أعتزم، أعتزم بإذن الله. ده سؤال، ده يعني إشارة بيقول إن هم لماذا يريدون ترشيح رئيس مسيحي مع العلم إن دول مثل أوروبا وأمريكا ولبنان تمنع ترشيح رئيس مسلم. بيقول حضرتك بتقول المسلمين والأقباط، مين اللي عمل الفتنة مش النظام الفاسد؟ طبعا. ما هو دور حزب النور في ميزانية الدولة التي أصبحت 22 مليار جنيه وبعد 3 شهور لا توجد رواتب للموظفين؟ يعني احنا تكلمنا عن موارد كثيرة للدولة ممكن اللي احنا نستطيع الحصول عليها، غير موضوع الزكاة والوقف. في موضوع مهم جدا أو موضوعين، الموضوع الأول وهو الأموال المهربة خارج مصر المسلوبة والمسروقة. الحزب له رؤية، رؤية الحزب في الموضوع ده اللي أنا أجيب مجموعة من أساتذة القانون الدولي وأعرض عليهم القضية، لجنة فيها أساتذة قانون دولي، فيها خبراء في أعمال البنوك، لأن الفلوس دي اتهربت وراحت بنوك، أجيب خبراء
في أعمال البنوك وخبراء في التهريب، وأستعين بمكاتب محاماة عالمية وابتدي أدور على فلوس البلد واجيبها. ده لو جبت الفلوس دي أنا أقول ممكن تكفي لمعظم سداد ديون مصر. حاجة تانية، العقود اللي أبرمتها الحكومة السابقة وفيها فساد وفيها رائحة كريهة، فيها عمولات وفساد، ابتدي اراجع العقود دي زي عقد بيع الغاز لاسرائيل وغيره من العقود التي تهدر ثروات مصر. الحاجة التالتة، الصناعات الكبرى التي تم الغائها او هدمها عشان تتباع باثمان زهيدة، اعيد النظر في هذه الصناعات وابتدي اقومها مرة اخرى. هشغل عدد كبير جدا من الايدي العاطلة واعيد هذه الصناعات والتصنيع في مصر، شركة النحاس، شركة بيسكو مصر، شركة ادفينا، شركة سيكلم وغيرها من الشركات الكبيرة، شركات الغزل والنسيج وغيرها وغيرها من الشركات والصناعات الكبيرة والعظيمة في مصر، واللي هي اتباعت بأثمان زهيدة من أجل السرقة والنهب. باعوا هذه الشركات بأثمان لا تساوي ثمن الأرض. يعني بيبيع، يعني شركة بيسكو مصر دي يا جماعة اللي في السيوف اتباعت بثمن أقل من بيع الأرض فاضية اللي اشتراها وهو خال سوزان مبارك، منير ثابت وسمير ثابت، اشتروا الشركة دي بتمن اقل من تمن الارض نفسه، خدوا الشركة وفيها صناعات موجودة، مواد موجودة مصنعة، يعني فيها بضاعة وفيها اموال في البنوك، وما دفعوش ولا مليم من جيوبهم، راحوا استلفوا ضمان البنوك ومن دقنوا وفتلوا من فلوس الشعب واشتروا ونهبوا الشعب، حتى ما دفعوش فلوس من جيبهم. فاحنا لازم نراجع هذه الشركات الكبرى اللي هي اتسرقت واتنهبت، ولا شك ان ده مصدر هام من مصادر تمويل الاقتصاد المصري. سؤال اخر بيقول، ماذا تفعلوا مع ارتفاع ايجار الشقق؟ الشباب يعانون من ارتفاع الايجار، ان الايجار وصل ل 400 و500 جنيه والمرتب 500 جنيه، دي تتعلق بالمشكلة الاقتصادية ومشكلة الاسكان. والحزب ايضا له رؤية في بناء المساكن الاقتصادية باسعار مناسبة للشباب. فالمسألة طبعا الايجار الجديد وارتفاع الايجارات بشكل مبالغ فيه وارتفاع ثمن الشقق في الى طريقة لا يستطيع الشخص ان هو يعني يشتري او يتملك شقة، فالحل البديل لابد من توفير المساكن الاقتصادية الحقيقية والمناسبة والتي ترتبط بأماكن العمل وأماكن الإعاشة اللي موجود فيها المواطنين. يعني مش معقولة واحد مثلا شغال في شركة في أبو قير هقول له خد السكن الاقتصادي بتاعك في العمرية، ازاي يعني هيروح الشغل ازاي ويرجع الشغل ازاي؟ فلابد ان انا اراعي توفير المساكن الاقتصادية في أماكن تتوافق مع أماكن العمل وتتناسب أثمانها مع تكون بأثمان اقتصادية تتناسب مع القدرة المالية للشباب. كيفية القضاء على البلطجة وكيف يعود الأمن مرة أخرى؟ قضية البلطجة دي قضية متشعبة، يعني هي مسألة مش مسألة إن مجموعة من البلطجية بيقفوا في الشارع ويمارسوا أعمال البلطجة، ليها جوانب كثيرة منها اللي انا اعالج المشكله من جذورها. ما هو البلطجي ده طلع ليه؟ عشان مش لاقي شغل، مش لاقي عمل، مش لاقي حرفه يتكسب منها، مش لاقي مصدر ياكل بيه ولاده. انا مش بدافع عن البلطجي، انا بقول لك اسباب المشكله اللي خلته بلطجي وخلته يقف في الشارع يفتش الناس ويروح يسرق عربيه. ما هو مش لاقي شغل.
في وقعة يعني معينة عايز أقولها لكم. قانون موجود وانتوا ناس السائقين، أنا شايف أسئلة جاية من السائقين كتير. من القوانين اللي موجودة إن كان سائق السيارة لما يجي يرتكب مخالفة يقول له عندك إيقاف شهر، يسحب منه الرخصة يقول له وقف شهر. طب ده سواق وبيوقفه شهر، يعني بيقول له ما تشتغلش شهر. طب السواق ده عليه جمعية وولاده في المدرسة وعليه التزامات وأكل وشرب، هيعمل إيه يا ترى؟ السواق اللي اتسحب يا إما يسوق بدون رخصة ويخاف يتمسك تاني، أو هيشوف له حاجة تانية بقى، ممكن تكون عمل وممكن تكون سرقة وممكن يبقى بلطجي. فالحكومة خرجت البلطجية. البلطجية دول جم منين؟ الحكومة السابقة صنعت، كان لها دور كبير جدا في صناعة البلطجة ووجود البلطجة. أيضا لابد في هذه المسألة من إعادة تأهيل رجل الأمن ومن إعادة ترتيب وإدارة السجون. ما ممكن واحد يخش السجن في قضية ليس لها علاقة بالبلطجة، يطلع لك حرامي، يطلع لك نشال، يطلع لك هجام، وهو داخل راجل محترم. السجن مدرسة لتعليم جميع أعمال البلطجة. لابد إدارة السجون يكون في فصل بين المسجونين، الفصل ده طبقا للتهم اللي داخلين بيها. واحد مثلا تعثر في دين، دخل السجن في شيك، قعدته مع قتالين قتلة، قعدته مع هجامين، قعدته مع تجار مخدرات، قعدته مع مسجلين خطر، ما بيعلموه، بيتخرج بيتعلم في المدرسة جوه وبيطلع لك بلطجي. فالمسألة مش مسألة ان في بلطجية في الشوارع ازاي اقضي عليهم، ده لازم اعالج المشكلة من اساسها. وقبل كل ده المرجعية العامة للشريعة الاسلامية في النظام العام للدولة، ده لابد من ربط هذا الامر، تحصيح الوعي والفكر وبث الاخلاق والفضيلة في المجتمع دور رئيسي وهام. وده اللي بقوله ان تفعيل المادة، ان وزارات كلها الاعلام والثقافة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي والمؤسسات الثقافية كلها لازم يبقى لها دور في تكوين الاخلاق وتكوين الوعي. النهاردة لما يكون الاعلام وزارة زي وزارة الاعلام وزارة مهمتها هدم الاخلاق، يبقى هتطلع ايه يعني؟ هتطلع ايه الوزارة ديت؟ ايه اللي هتطلع؟ بلطجي وهتطلع صايع وهتطلع واحد يهرب من المدرسة، واحد يروح يخطف واحدة بنت. فالمسألة المشكلة مش اللي انا فيه بلطجي وفي مشكلة امنية والشرطة مش عايزة تشتغل، لا ده المشكلة اعمق من ذلك يا جماعة. لان البلطجة كانت موجودة برضه قبل الثورة، واللي صنع البلطجة واول بلطجة قبل الثورة الشرطة، وكان بسبب الانتخابات. هحكي لكم قصة كانت بيني وبيني وبين واحد من ضباط الامن في انتخابات 2005. قلت له بنفس النص كده، قلت له انتم ضيعتم هيبة رجل الامن. ليه؟ انا شفت ضابط المباحث بتاع اسم الرمل راكب عربية ميكروباص وعمال يلف في الشوارع يلم الصيع والبلطجية ويجيب لهم شاي وسجاير عشان يقفوا معاه في الانتخابات ويقفلوا اللجان. انا قعدت ابص للمنظر قلت الله، ده لما كان الصايع والبلطجي يعرف ان الضابط جاي من اول الشارع بيخش يستخبى، دلوقتي الضابط بيجيله وبيقدم له الاحترام وبيقدم له الشاي والسجاير واخر احترام اللي فيه، وشايف السيف في جيبه ومش عارف شايل ايه، ويقول له هات وروح عشان تقف قدام اللجنه عشان عندنا شغل النهارده في الانتخابات. طب ما هو بعد الانتخابات ما تخلص هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه في الضابط نفسه؟ هيتعامل ازاي مع جهاز الشرطه؟ فالمساله البلطجه اعمق من ذلك. كيفيه تامين اللجان من الاخوه يوم الانتخابات حتى لا نؤخذ على حين غره؟ انا ليا نصيحه في الامر ده وقلته لكم في البدايه وانا بشرح او ختمت بالنقطه دي البرنامج السياسي في مساله مراقبه الانتخابات. لابد ان يحذر أعضاء حزب النور حذر تام من إثارة أي مشكلة على باب اللجنة. لابد أن يكونوا
أوعى من ذلك، هناك من سوف يتعمد إثارة المشكلات، وبخاصة في المناطق التي يعلم أن حزب النور له فيها شعبية جارفة، سيعمد البعض سيتعمد أنه يذهب لهذه اللجان ويفتعل مشاجرة ومعركة لكي يتم تقفيل هذه اللجنة وإلغاء الأصوات فيها. دي صورة من صور تزوير الانتخابات، ودي من باب الخبرة السياسية لبعض الناس. أي إذا حدث لابد أن تتفادى ذلك الأمر. واحد بيصير مشكلة تاخده بعيد عن اللجنة، تبعد نص كيلو 500 متر و1000 متر وتصرف، اوعى قدام لجنة انتخابية تفتعل مشكلة، اوعى. لو واحد بيوزع ورق وبيضايقك انت جايين ناس ينتخبوا حزب النور، يقول له لا اوعى ما تخلوهمش، خلوا بالكم يا جماعة ده حزب النور هيقطعوا دانكو وهيعادوا الستات، ده بيتقال، ده بيتخبط على البيوت وبيتقال من دلوقتي. امال بقى يوم الانتخابات هيتعمل وباكثر، فلابد ان انا اكون اكثر وعي، لابد ان اكون اكثر وعي. اللي داخل ينتخب يا جماعة مش هيتأثر قراره وهو داخل اللجنة. الشغل دلوقتي، الناس اللي عايزة تشتغل انتخابات تشتغل دلوقتي، تشحن الناس الكتلة التصويتية على صندوق الانتخاب. الناس هتاخد قرارها دلوقتي، تاخد القرار يوم الانتخاب. انا رايح طالع من بيتي عارف انا هنتخب مين. جالي بقى واحد على اللجنة، لا خش يا حاج انتخب كذا، يعني انا ما الامر ده ما يعنينيش، اتصرف معاه، انصحه، اذكره بالله، اقول له نصيحة مفيش داعي لكده. لابد ان انا احافظ على هذه الانتخابات واحمي الصناديق واحمي اللجان بوعي وثقافة ورؤية ثاقبة لعاقبة الامور. يعني اللجان اكتر من الامن والله اعلم. يعني العلاقة بينكم وبين الإخوان المسلمين، العلاقة بيننا وبين الإخوان المسلمين إخواننا وحبايبنا، يعني هناك ميثاق شرف، تم الاتفاق عليه. ميثاق الشرف ده بيقول اللي احنا نتعاون سويا في محاربة التزوير. طبعا التزوير ده يبقى الأسود والأبيض والبلطجة، وأنه لا يتعدى أي أحد من الحزبين على الآخر، لا في دعايته ولا في مؤتمراته، لا قولا ولا فعلا. دي العلاقة بيننا، ونتمنى اللي احنا يعني نخرج ويكون تنافس الشرفاء، نتمنى أن يحدث ذلك، وأن نقدم ليس للمجتمع المصري فقط بل للعالم أجمع صورة حضارية مشرفة لأصحاب التيار الإسلامي وهم يتنافسون فيما بينهم. إطلاقا لا صدام إطلاقا، وإلا فالخاسر الوحيد هو حزب النور. الخاسر بقولها هو، اي صدام هيكون الخاسر الوحيد، هو حزب النور. ليه بقى؟ هشرح لكم الحتة دي. لان انا لا يمكن اتعامل بهذا المنطق، لان ديني اللي بدين بيه ربنا يمنعني من ذلك، فانا مش هعمل كده، هيتعمل فيا. فمش هيتعمل غير في اللجان اللي انا ليا فيها ثقة لانتخاب كبير، فحكون انا الخسران الوحيد، محدش هيخسر معايا. سؤال عن التأمينات، نقابة السائقين ماذا لهم، كم معاش السائق، وماذا عن تحسين احوالهم، بيدفع تأمينات شهرية، ومش عارف اقرا بقيه الخط. يا ومساله التامينات دي من والمعاشات، لا شك ان مساله يعني برضه لابد ان يعاد فيها النظر،
يعني أنا عندي يعني معرفة بمشاكل التأمينات وبالذات مشاكل التأمين على السائقين، إن بيكون المعاش بتاعه معاش زهيد جدا زهيد جدا. أنا عارف 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 عارف. المفروض مش السواق بس يا جماعة، يعني احنا رؤيتنا في الامر ده انه وظيفة الدولة والحكومة ان هي تؤمن لك حياة كريمة، ان هي تحافظ على كرامتك. ازاي واحد معاشه 100 جنيه ولا 125 جنيه هيعيش أسرة فيها أولاد وزوجة ونور ومية وكهرباء وغاز؟ إزاي؟ ده بصراحة مش مشكلة السائق، ده مشكلة الحكومة اللي هي مهمتها الأولى الحفاظ على كرامة المواطن. كرامة المواطن اللي أنا أخليه يحيا حياة كريمة، يحيا حياة وهو مطمئن على أكله وعلى شربه وعلى مسكنه وعلى ملبسه وعلى امنه. لا، في تامينات للسواقين. التامين الصحي بتتكلم. ما دي كلها مفروض مسؤوليه الدوله. التامين الصحي ده لابد ان يكون لكل مواطن. برضو سؤال اخر. خلاص، ها، كم سؤال؟ خلاص كده. طيب كده يعني الاخوه قالوا لي كفايه هذا القدر من الاسئله. يعني نرجو ان احنا نكون يعني عند حسن ظنكم، ونرجو يعني ان احنا يعني ان شاء الله اي حرب اكتوبر كان السؤال عليك اهو. والله الشيخ عبد البعطي بقى رفع قضيه بقى، لازم ترفع قضية. ها؟ والله ان شاء الله. ما هو احنا في فساد اداري كبير جدا. يعني نكتفي بهذا القدر، والميكروفون الآن مع الشيخ عبد المنعم. أحبتنا الشيخ عبد المنعم الشحات كان يتمنى لو كان بينكم، إلا أنه بعث إلى ميدان التحرير ليشارك في مليونية اليوم ويتحدث باسم الدعوة أمام الإعلام اللي كان مسلط على مليونية لا لوثيقة علي الحربي. هو ايه؟ هي دي وثيقة سلم ولا وثيقة حرب؟ مع الباشمهندس أبا إلا أن يكون معكم بصوته، إن لم يكن معكم بجسده. تفضل باشمهندس.
لو تحت إخواننا في القايمة يعني على عيننا وربنا، ونحن نقدم أنفسنا جميعا للناخبين برنامج واحد يسعى إلى يعني تثبيت تقاليدنا وشريعتنا وهويتنا الإسلامية، ويسعى في نفس الوقت للنهوض بالمواطن المصري سواء كان فلاح أو كان عامل أو كان مدرس أو كان طبيب أو كان مؤسس أو كان حاضر بيشتري شغل أو أرباب المعاشات أو ضيف الجيب، بالذات في المناطق الريفية اللي أنا دايما بقول إن إحنا عندنا في المناطق الريفية امرأة مصرية منتجة بمعنى الكلمة، بتربي أولادها وفي نفس الوقت اللي في البيت بتنتج، وعايزين حد يساعدها في الإنتاج دوت ويوزعهولها للعالم كله مش حتى فقط داخل المحلي. يبقى الإنتاج ده على كلمة سياحي بدل سياحة العمار وغيرها. فأنا بقول إحنا يعني النهارده طبعا أنا مسرور إن هسافر بعد ما علي السلمي أظهر في النهاية إن معلش بس كده إحنا قلتهم كأننا زي ما كان الرباط الصرف يقول لنا خليهم يتسلوا، يعني إحنا نعمل مؤتمر انتخابي ونجيلكم ونقول لكم والله يا إخوانا إحنا المجلس الشعب اللي جاي مش زي أي مجلس شعب تاني، ده مجلس حاجة مسؤول عن وضع الدستور، عايزين نحط الدستور يعبر عنا فعلا إحنا I'm going to
جزاكم الله خير.